صباح الخير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا جمالة، وكل سنة وانت طيبة. النهاردة يوم الجمعة، ويوم الجمعة يعني نهاية الأسبوع، ونهاية الأسبوع يعني حصاد هذا الأسبوع. أنا عملت إيه؟ أقدر أراجع نفسي في إيه؟ أقدر أبتدي الأسبوع الجاي عامل إزاي؟ النهاردة يوم الجمعة مش بيمثل لنا بس مجرد يوم أجازة أو يوم عبادة أو يوم أقارب، لا، ممكن يكون بيمثل لنا نوع من أنواع إن هو المحطة الأخيرة من الأسبوع. إزاي هخلص أسبوعي ده؟ أنا عندي إيه عملته وما عملتوش، وحبدأ الأسبوع التاني عامل إزاي؟ بالتأكيد كل شخص فينا ليه طقوس معينة بيعملها آخر الأسبوع، بيبتدي بيها أسبوعه الجديد وبيختم بيها أسبوعه القديم. سؤال النهارده على صفحتنا على فيسبوك، احكي لنا عن طقوس مش ممكن تتخلى عنها في هذا اليوم اللي هو يوم الجمعه. طقوسك ايه يا جمال؟ والله يا مصطفى امتى يعني انهي جمعه في انهي مرحله من حياتي يعني عموما؟ بص هقول لك حاجه، يمكن زمان وانا صغيره شويه كان لا، يوم الجمعه ده بالنسبه لنا بنصحى الصبح كلنا نستنى بقى صلاه الجمعه، بابا ياخد اخواتي وينزلوا يصلوا، وبعد كده لما يرجعوا انا فاكره كنا نقعد نتفرج كمان على شيخ الشرعاوي، بعد كده غالبا كانت بتيجي فقره زراعيه، وبعد كده مش فاكره بالظبط البرامج، غالبا كان فيلم او عالم الحيوان، يعني مش فاكره بالظبط كان ايه بيحصل. بعدين بقى بالليل كان في برنامج بين الناس طبعا الاستاذ الكبير جمال الشاعر، وبعدين غالبا كان في برنامج برده تاني اللي هو خلف الاسوار، مش عارفه ليه طفله ممكن تتفرج على خلف الاسوار وتستناه، بس يعني هو اللي كان موجود مش عارفه ليه، بس لا كان في حاجات برده تانيه، يعني كان في حاجات تانيه ممكن تتفرج عليها، بس كنت حريصه جدا اتفرج عليها، كنت بستناه. ايوه ده في مرحله كده من مراحل مدام راوي يا راشد بالظبط كده، صحيح. وبعدين دخلنا بقى خلاص كبرت شويه ودخلنا الجامعه، فبقت برده طقوس شويه متعلقه بان احنا نصحى الصبح بابا ينزل يصلي الجمعه وهو واخواتي، وبعدين بقى ابتدينا نشوف الخطط بقى انا واصحابي هنعمل ايه يوم الجمعه ده، كان يعني بالليل انا واصحابي ونشوف هنعمل ايه. دخلتي بقى فطور الويك اند بالظبط كده خلاص كان ساعتها، فاليوم الجمعه بقى ويك اند، هو بقى الويك اند في المرحله دي بقى اسمه ويك اند فعلا. تمام. وبعدين خلاص بقى لما كبرنا واشتغلنا بقى انا بالنسبه لي يعني الجمعه بقى زي اي يوم، يعني زي اي يوم في الاسبوع بقى ادينا شغالين اهو بالظبط كده هنعمل ايه بالظبط كده شبه كده بقول لك هو في انهي مرحله من حياتي. ايوه بس يعني برده الجمعه في شويه طقوس كده، مثلا زي ما انت قلت بنشوف ايه بقى اللي هنبتدي نعمله الاسبوع الجاي بالظبط، عملنا ايه الاسبوع اللي فات، شويه كده لو في حاجه محتاجين نظبطها نوضبها في الاوضه شويه ممكن نعملها يوم الجمعه. صحيح. في شويه حاجات كده متعودين عليها يعني زي ما نقول كده روبوت، يعني خلاص متبرمجين عليها بتحصل يوم الجمعه. ايوه بس بشكل عام يعني يوم الجمعه بيبقى مخصص اكتر، انت لو هتقعد مع اهلك شويه طبعا، هتشوف صحابك شويه، حابب تعمل حاجه جديده، حابب تروح مثلا تشوف فيلم جديد، يعني الوقت بقى عارف اللي بيسموه المي تايم، وقتك انت لنفسك بقى كومفورت لو عندك منطقتك الخاصه، يعني لو عندك وقت، يعني عشان مش كل الناس بيبقى عندها المساحه دي زينا. صح صح. احنا شغالين النهارده شغالين عادي جدا يوم الجمعه، انت بقى ايه؟ وانا متفق معاكي جدا، هي فعلا مراحل عمريه زي ما انت قلتي، يعني هو فعلا زمان كان مرتبط بصلاه الجمعه، كان في كشك كده متلمع عليه شباب المنطقه نقعد ندردش ونحكي ونجيب سيره الناس يوم الجمعه. والله ربنا يسامحنا بقى لا بالخير بالخير، اكيد اكيد بتجيبوها بالخير لغايه صلاه العصر نرجع نلاقي تتكلموا عن الناس لغايه صلاه العصر طبعا طبعا والله بجد نرجع نلاقي بقى الوالده
عاملة الغداء، ننزل بالليل لو كنا بنلعب رياضة بنروح نادي، بنقابل حد من قرايبنا. طبعا كل الكلام ده لما بتكبر فعلا بيتطور، وانت فعلا زي ما قلت كل فترة زمنية ليها يعني. في ناس كتير زينا مثلا بتشتغل يوم الجمعة ما عندهاش ارتباط بفكرة ان الجمعة بالنسبة لها ويك اند، لكن حتى لو ما كانش الجمعة بالنسبة لك ويك اند اكيد بيبقى بالنسبة لك نوع من انواع محطات المراجعة. يعني انا عندي بروجكت معين، عندي تليفونات مؤجلة، عندي حاجة في الشقة هعملها، فازاي اراجع نفسي وابدأ الاسبوع الجديد؟ بيبقى دايما هو بالنسبة لي انا يعني زي ما تقول المحطة الفاصلة ما بين الاسبوعين، نهاية القديم وبداية الجديد. بتعمل فيه نوع من أنواع المراجعة لتفكيرك عموما يعني. طب طقوسك اختلفت بقى وانت يعني وانت شاب، وانت لسه شاب طبعا بس أب كمان، شاب وأب يعني. عايزة يا جمال بتطمن على الأطفال بس بتخرجهم بتعمل ايه؟ طبعا النادي بيحتل مساحة كبيرة جدا بالذات في الصيف، طبعا الشتاء لا كلنا عارفين الشتاء بتبقى الدنيا يعني صعب تروح فيها النادي عشان هو يعني مكان مفتوح وكده، لكن بالنسبه لي الصيف اجازات اكتر كمان. بالظبط كده، هو المكان المفضل بالنسبه لي بيبقى في طقوس معينه، الجمعه في غدا هناك ممكن نقعد هناك لغايه بالليل. وانا عندي انشطه كتير بعرف اعملها هناك يعني. في ناس بتروح ما بتعجز ما بتعرفش تعمل حاجه، انا لا انا بعرف اعمل حاجات كتير في النادي، اخلي عيالي يتبسطوا وانا اتبسط. هي دي النقطه، هي دي النقطه. بس هو عموما الجمعه ناس كتير برضو بتغفل ان هي تكلم قرايبها، صله الرحم مهمه يا جماعه. طبعا. جدا جدا جدا. بس صله الرحم مش يوم الجمعه فقط بوجهه نظري يعني، بس صله الرحم مهمه في اي وقت، خاصه كمان احنا داخلين على رمضان. صحيح. فكمان بقى بتبقى الاسبوعين اللي بيبقوا قبل رمضان دول يا مصطفى بيبقوا بقى يعني التجهيزات بقى، وتشوف هتعمل ايه وتشوف هتحضر ايه وتعمل، لو هتطلع حاجه لله، لو هتعمل شنط رمضان. الستات البيوت بيبتدوا كمان يوضبوا طبعا حاجات رمضان طبعا بقى، وهنعمل تجهيزات إيه المطبخ دي صعبه. بالظبط كده. صحيح. فيعني فاسبوعين تحديدا اللي بيبقوا قبل رمضان، برمضان دول اخر الاسبوع بيبقوا فيهم كمان شغل بقى كتير قوي، تحضيرات كتير قوي. ده حقيقي. دي حقيقة. ده حقيقي. ده حقيقي. على اي حال يعني احنا فتحنا لحضراتكم مواضيع كتير، سواء على مجال الشغل، مجال تنظيم التفكير، مجال الاسره على الضيق، مجال العائله على شكل اوسع، مجال الاصدقاء. احكي لنا بتعمل ايه يوم الجمعه؟ طقوسك وعاداتك وتقاليدك اللي مش ممكن ابدا تتخلى عنها في اي يوم جمعه، في اي يوم جمعه. بطبيعه الحال عارفين ان موضوع الجمعه ده يعني زي ما جمانة عملت النظريه بتاعتها بيختلف في كل مرحله سنيه. صحيح والله. انا بحس كمان ان جيلنا مصطفى يعني عارف جيل وقع في النص كده يعني، الاجيال الاكبر مننا شويه خلاص هم عاشوا المرحله دي فتره طويله جدا وتعودوا عليها. ايوه. وبعدين جيل بقى الاصغر مننا خلاص اتعود بقى على الجمعه بقى الجديده اللي بتاعت السوشيال ميديا بقى والحاجات دي. والله قتلنا، احنا في النص قتلنا والله. هذا الجهاز والله والله وقتل عاداتنا وتقاليدنا. يعني انا بقول لك النهارده كنا بنخلص ونقف عند كشك معين ونتقابل شباب المنطقه. بالظبط. وافتكرت برده احنا كنا بنلعب، حتى لما انت قلت شباب المنطقه انا افتكرت انه كنا برده يوم الجمعه لا بنلعب بقى احنا انا واولاد الجيران، كنا بنقعد نلعب مع بعض كلنا وبنتجمع، والستات كان ممكن تقعد مع بعض يتجمعوا يشربوا قهوه. بالظبط. روح النهارده اي تجمع عائلي هتلاقيهم كلهم ماسكين موبايلاتهم. بقول لك قتلنا، قتلنا يعني قتل شكل الكلام بتاعنا، التعامل بتاع، انا بسميها وسائل التباعد الاجتماعي، وسائل التنافر الاجتماعي، مش وسائل التواصل الاجتماعي. ليها طبعا مزايا، ليها بعض المزايا يمكن جربناها كمان وقت كورونا، لكن احنا تحديدا الجيل اللي جرب الشكل الحياه دي. أيوة. وشكل الحياه دي وقع في النص يعني، هو جرب فكرة أنه يبقى في تواصل مباشر وتفاعل مباشر بينه وبين الناس، وفي نفس الوقت جرب أنه ما ينفعش يعيش من غير التليفون. الجيل الجديد خلاص تعامل مع الوضع من هو صغير بيتعامل مع التليفون، فمش حاسس أن في حاجة ناقصة، أو مش حاسس يمكن بالنوستالجيا اللي احنا بنحاول نتكلم عليها، أو ما عندوش الحتة بتاعت العودة للذكريات اللي احنا بنعاني منها للأسف. صحيح صحيح، متفق معك جدا. هو اللي جرب طعم صح زي ما بيقول طعم البيوت وريحه البيوت على راي الكينج محمد منير. في فعلا يعني حاجه كده احنا مفتقدينها كلنا. صحيح. اللي هو الدفء الاسره، اللي هو التواصل مع الناس، اللي هو حب الاصدقاء بجد من غير مصالح. النهارده التفاعل المباشر. التفاعل المباشر هي يعني لو هنوصفها هي تفاعل مباشر، بني ادم بيكلم بني ادم. صحيح. مش بني ادم بيكلم بني ادم عن طريق جهاز.
ده يمكن اللي احنا مفتقدينه بشكل كبير. على اي حال يعني ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا على فيسبوك، واكيد مستنيين اجابات حضراتكم اللي هنستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، وجمعه مباركه، صباح الخير يا مصر. بصبح عليكم مره ثانيه، وبنصبح برضو على زميلتنا لمياء حمدان، وخلينا نتعرف منها على اخر اخبار الطقس في القاهرة الكبرى وباقي المحافظات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير عليك يا لمياء. قولوا لنا بقى ايه الطقوس بتاعت يوم الجمعة بتاعتك اللي انت مش ممكن تتخلي عنها؟ انا هقسمها زيك بالظبط، بس انا على ثلاث مراحل. يعني المرحله وانا صغيره كانت جدتي هي المسيطره على البيت بتاعنا، فيوم الجمعه ده تقريبا التلفزيون بيبتدي يطفي بعد صلاه الجمعه. نصحى لازم الفطار ده اساسي، فول وطعميه وخضار وحاجات كده، ده يجي من بره، ونقعد نفطر، نتفرج طبعا الاذاعه الخارجيه، الصاله بنشوفها في التلفزيون، بس قبلها بتفرج على نادي السينما، برنامج الاطفال نادي السينما. طبعاً. كنت قاعده اتفرج عليه، وسر الارض بقى وعالم الحيوان والحاجات دي نتفرج عليها. وبعد كده التجمع العائلي بقى كله بعد الصاله بيبتدي يجي، خلاني بقى ومراتاتهم واولادهم، ونفضل قاعدين لحد بالليل، ونشوف بقى المسلسل بتاع بالليل، وبعد كده حديث الروح، ونقلب على القناه الثانيه. كان في بتهيالي مسلسل كان عيطنا كلنا، أوشين وحاجات في حاجات بقى كده قديمة كنا بنتفرج عليها زمان، وتفضل السهرة لحد ما خلاص بننام على نفسنا وإحنا قاعدين. لما كبرت دلوقتي طبعا بحاول إن أنا أعمل طقوس كده، يعني لازم البخور دي الصبح لازم أعملها. أنا يومي بيبتدي من قبل الفجر تقريبا بساعتين، فنقوم كده يعني نعمل بعض الطقوس الدينية، وأولع البخور، وأجيب الفطار زي ما جدتي كانت بتعمل كده بالظبط، أعمل شغلي زي النهاردة كده، وبعدين ممكن نقعد شوية مع بعض، ممكن نخرج أو نروح النادي نقضي اليوم في النادي. المهم نبقى مع بعض طول الوقت، علشان هو ده تقريبا اليوم الوحيد اللي بنتجمع فيه مع بعض. صحيح. بصبح عليكم مرة تانية، وبصبح كمان على مشاهدينا، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل الحرارة بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. كمان في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 27 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 32 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في السلوم 20 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. زي ما تعودنا مع حضراتكم دايما بيكون عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهمكم، لكن دايما بنبدا معاكم باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن ابرزها حضور سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الندوه التثقيفيه 37 للقوات المسلحه بمناسبه يوم الشهيد، وتكريم سيادته خلال الندوه امس للشهداء ومصابي العمليات الحربيه. فعلا يا جمانه، وكان ايضا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أما الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فقد عقد اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لتطوير شركات إنتاج الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية 37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد اللي بيوافق 9 مارس من كل عام، وده تخليداً لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات اللي قاموا بيها في سبيل الحفاظ على الوطن. وجه اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، واللي ضرب أروع مثال على التواجد في خط المواجهة، فكان دائماً في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان. امبارح خلال فعاليات الندوة التثقيفية وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم التحية لشهداء مثلث القيادة، وهم الشهيد البطل مصطفى حجاجي مساعد الدفع 103 حربية، والشهيد البطل محمد علي العزب مساعد الدفع 104 حربية، والشهيد البطل عماد الدين أبو رجيلة حامل العلم، وتم تقديم عرض فني بيستعرض بطولاتهم وتضحياتهم. امبارح حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التقاط الصور التذكارية مع أمهات شهداء مثلث القيادة، وكرم الرئيس أسر الشهداء وعدد من مصابي العمليات خلال الندوة التثقيفية 37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.
امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. تناول الاتصال تبادل التهنئة بمناسبة مرور 80 عام على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، وبحث الرئيسان سبل تعزيز مختلف أطر التعاون بين مصر وروسيا، خاصة من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجارية بينهم. وناقش أيضاً الرئيسان المستجدات الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية دفع جهود تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتسوية الأزمات القائمة بها على نحو يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لخطط تطوير شركات إنتاج الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام. وأكد مدبولي اهتمام الدولة بصناعة الدواء والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه الصناعة المهمة، وذلك بما يسهم في توطينها وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء عالي الجودة بأسعار مناسبة لمختلف المواطنين. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة للشائعات اللي ترددت حول وقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الرسائل الصوتية المتداولة بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة، وأن خدمة المحافظ الإلكترونية تعمل بشكل طبيعي ومنتظم دون أي عوائق لجميع شركات الاتصالات، ولم تصدر أي تعليمات أو قرارات من أي جهة رسمية بإيقاف التعامل عليها. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى أيضاً يوم أمس كلمة في فعاليات الدورة الندوة التثقيفية 37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد. سيادته قال إن كل ما تم الحديث عنه خلال الاحتفالية بيعكس حاجة واحدة بس، وهي إن مهما كانت الصعوبات اللي بتقابلنا والظروف الصعبة اللي بنواجهها بفضل الله الأمور دايماً بتعدي. قال كمان سيادته إن في ثمن كبير قوي الدفع في مواجهة الإرهاب عشان البلد تبقى في أمن وسلام. أنا من الناس اللي حضرت الأحداث وشافتها وهي بتتعمل، يعني شفت الأحداث وهي بتترتب بشكل أو بآخر يعني. وزي ما أنتوا شفتوا كده، يمكن تحت الاحتفال كله وكل البرنامج بتاع النهاردة بيعكس حاجة واحدة بس، إن مهما كانت الصعوبات اللي بتقابلنا ومهما كانت الظروف الصعبة اللي احنا بنواجهها، بفضل الله سبحانه وتعالى الأمور بتعدي. في تمن زي ما اسم الندوة النهاردة، التمن، في تمن كبير قوي الدفع، والتمن ده في أسر. أنا دايما أقول الكلمة ديت وتكراري له هو عرفان، تكراري للكلام هو عرفان، عرفان للأسر اللي موجودة معانا دلوقتي واللي حتى مش موجودة، إن التمن ده تمن كبير جدا عندكم، وكمان كبير جدا عندنا كلنا، مش عندنا بس. أفتكر يعني عند كل المصريين اللي بيشوفونا النهاردة على في التلفزيون وبيشوفوا المشاهد ديت، بيحسوا قد ايه ان في ثمن كبير قوي اتدفع عشان البلد دي تبقى في امن وامان وسلام. ومهم قوي ان مش الرساله بس للمصريين الطيبين، وحتى للاشرار. لما حصل الكلام ده من سنين، كنا بنقول إن الموضوع ده في يوم من الأيام هينتهي، ومفيش إرهاب بيهد بلد لو كانت البلد دي على قلب رجل واحد، مفيش. أيضاً أعلن سيادة الرئيس عن إقامة معرض للحرب على الإرهاب في سيناء، وقال في خطابه هنعمل معرض للحرب على الإرهاب. صحيح، الرئيس وعد إن هو حيوري الناس كل الحاجات اللي كانت موجودة في هذه الحرب، من سلاح، من ذخائر، من أجهزة اتصال كانت مع هؤلاء الإرهابيين. وعد إن هو هيعرض كل ما تعنيه هذه الأمور ووضعها في متحف واحد، من معدات حرب، من صور، ومن أسماء للإرهابيين. كل ده سيكون في مكان واحد، وهو متحف للحرب على الإرهاب في سيناء. فلما بجد إن احنا بنتكلم في موضوع يعني عن الدنيا اللي احنا فيها وحياتنا، وده أمر طبيعي يعني،
اقول بس يا جماعه ده في ناس في ناس ما بتنامش وفي ناس بتموت او بتستشهد يعني عشان احنا نبقى في سلام. مهم قوي ان هم يشعروا واحنا بنعمل كده ان احنا هم الاهالي ديت تشعر ان الثمن والتقدير من جانبنا كلنا كبير، احنا مقدرين ده. وانا قلت الكلام ده مره قبل كده برضو، قلت ان احنا عايزين نبقى اكثر صلابه اكتر من كده. ايوه ليه؟ لان التحديات اللي قدامنا كتير ومش هتنتهي. بناء دوله واستعاده مكانتها امر ليس باليسير. بناء دوله فيها 100 مليون وخمسه واكتر من 6 مليون من الضيوف عايشين وسطينا هنا واستعادت مكانتها في التعليم وفي الصحة وفي كل شيء أمر مش بسيط، أمر محتاج جهد ومحتاج تضحية. وبدأت المعركة معاهم، وكان كتير مننا بيقول إمتى تخلص. كنا بفضل الله عارفين إنها هتخلص، بس بدم الناس. بالمناسبة احنا هنعمل مش بس الاحتفالية، احنا هنعمل معرض للحرب ديت. هنعمل معرض للحرب ديت، هنوريكوا الحاجات اللي كانت موجودة اللي بقيت يعني، بس مش قليل ده، كتير قوي قوي، من سلاح وزخاير وأجهزة اتصال وكل ما تعنيه معدات حرب. يعني الموضوع هناك ما كانش بسيط. الناس متعودة أنها تشوف الحرب اللي هي يعني يصوروا دبابات وطائرات بتضرب وبتاع زي الحروب التقليدية يعني، لكن الحرب دي كانت صدقوني أكثر شراسة، لأن العدو التقليدي أنت عارفه بتشوفه وتقدر تتعامل معاه وجها لوجه، ده ما بتشوفوش، ده متستخبي وسطينا بلبسنا وحالنا يمكن. وبعدين يوم بخسة وجبن يهاجمك ويجري، وطبعا الناس بتبقى ما يعني موجوعة على ولادها وعلى مستقبل بلدها. فالحمد لله رب العالمين، في المعرض ده إن شاء الله هنوريكم صور بالاسم لكل اللي كانوا مجرمين هناك، بالاسم، الاسم والصورة، الاسم والصورة لكل مجرم من المجرمين دول. سيادة الرئيس تحدث أيضا عن ما حدث بعد عام 2011 وفكرة تدمير الدول من الداخل، وقال سيادته أن ده فكر وعلم وأرخص على اللي بيعملوه، تكاليفه قليلة والنتيجة تدمير بلد بأهلها. لكن سيادته طمن كل المصريين وقال أطمنكم إن إحنا بخير وسلام وأمان وكل يوم أفضل من امبارح. اوعوا اوعوا الموضوع ده يتكرر تاني، اوعوا يا مصريين تتسببوا مرة تانية في خراب بلادكم. الكلام ده اتعمل لما البلد فكت في 2011، وهفضل اكررها لكم وهتحاسب امام الله سبحانه وتعالى على الكلام ده. الكلام ده حصل لما البلد فكت في 2011. علموا الكلام ده في المدارس، وعلموا الكلام ده في الاعلام، وعلموا الكلام ده في الكليات. ده أمر مهم قوي، تدمير الدول من الداخل، تدمير الدول من الداخل. ده فكر وعلم وأرخص على اللي بيعملوه، أرخص تكلفة، تكاليفه قليلة قوي إن أنا أدمر بلد بأهلها. ودايماً هيبقى موجود الكويس واللي مش كويس. مش عايز أطول عليكم أكتر من كده، أطمنكم إن إحنا الحمد لله بخير وسلام وبأمان وكل يوم أفضل من امبارح.
إذا كانت الناس هتتصور إن أزمة اقتصادية زي اللي احنا بنمر بيها هو ده القياس الحقيقي للدولة المصرية، انتوا بتظلموا القياس. أنا بتكلم بصراحة يعني. إذا كنت هيبقى القياس بتاعنا إن احنا نقول طب ظروفنا الاقتصادية أخبارها إيه؟ طب وإحنا في 2012 كنا عاملين إزاي؟ طب و2013 كنا عاملين إزاي؟ مهم قوي إن احنا مش ما ننساش، نبقى عارفين إن الحالات ديت معناها إن الدولة كانت خلاص يعني مفيش، وكان ممكن قوي البلد دي تدخل حرب أهلية ونقعد كده بقى سنين طويلة. ودايما أقول الكلام ده ويقول لك أنت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ أقول لكم يا جماعة ده ربنا سبحانه وتعالى بيقيم الحجة علينا. يعني إيه بيقيم الحجة علينا؟ أنت عندك الأمثلة حية لغاية دلوقتي، لغاية دلوقتي وأنا بتكلم في دول دخلت ما خرجتش، لغاية وأنا بتكلم. يعني أنت مش محتاج يعني إن أنا أقول لك الكلام ده وأقول لك ده محتاج يعني أنظر لك يعني، لا، ده الموضوع كله قدام عينينا، وربنا أراد للبلد ديت بفضل من عنده إن هو ما تخشش. ليه ما تخشش؟ هو ربنا بقى هنعمل إيه يعني؟ هو ربنا أراد كده. رغم كل التخطيط رغم كل المكر لكن إرادته كانت سبحانه وتعالى إن هي تنجى ونجت بفضل الله سبحانه وتعالى. بوجه التحية لأسر كل الشهداء ولكل المصابين اللي موجودين معنا هنا أو حتى اللي موجودة في بيتهم، وبنقول لهم دايما عهدنا معاكم إن إحنا أبدا إن شاء الله لن ننساكم، وده أقل حاجة ممكن نعملها مع يعني عشانكم. لكن العهد الأكبر إن إحنا هنخلي تمن زي ما كانت الندوة بتتكلم النهاردة، تمن أبنائكم ودمائهم اللي قدمت والإصابات اللي تمت هو ميلاد دولة تفتخروا بيها لأبنائهم وأبناء أبنائهم إن شاء الله. آخر حاجة أقولها لكم، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم فقرة صباح الخير يا مصر، مستمرة معاكم لغاية الساعة 10 صباحا. استنونا. نرحب بحضراتكم مرة تانية وخلينا ناخدكم سريعا في جولة المحافظات، ومعنا مجموعة من الأخبار اللي حصلت امبارح في عدد من محافظات مصر. كان منها فتح الحديقة الدولية ومكتبة مصر في محافظة المنيا مجانا بمناسبة العيد القومي للمحافظة. كان منها أيضا بدء العمل في إنشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية. أيضا امبارح في محافظات مصر تم الإعلان عن توزيع 36 ألف طن أسمدة على المزارعين المستحقين في المنوفية وتدشين منظومة النظافة الجديدة في أجابد أهلية، وأخبار تانية كتير هنتعرف عليها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. أخبار وأحداث كتيرة شهدتها محافظات مصر امبارح، البداية من المنيا اللي أعلنت عن فتح أبواب الدخول للحديقة الدولية بمنطقة شرق النيل يومي 17 و18 مارس بالمجان أمام المواطنين، وكمان فتح أبواب مكتبة مصر العامة لجميع الجماهير بدءاً من يوم الحد 12 مارس حتى يوم السبت 18 مارس، وده بمناسبة الاحتفال بالذكرى 104 للعيد القومي لمحافظة المنيا. في شمال سيناء أقام مجلس مدينة العريش محطة انتظار مضيئة تعمل بالطاقة الشمسية أمام مبنى المحافظة لخدمة المواطنين، وأكد مركز مدينة العريش أنه جاري إقامة 20 محطة انتظار أخرى في أماكن متفرقة بشوارع المدينة الرئيسية. في كفر الشيخ تم تدشين معرض بيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، بيضم 24 باكية وبيحتوي على سلع غذائية أساسية من الرز والمكرونة والسكر والزيت والبقوليات ومنتجات الألبان والعسل والدقيق ويميش رمضان.
في الأليوبية تم بدء أعمال إنشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بمدينتي القناطر الخيرية وأليوب ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى النظافة وإنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة وفرزها بجميع مدن المحافظة. تقام المحطة الوسيطة على مساحة 4.5 فدان وبتستوعب 10,000 طن يومياً. في الشرقية انتهت فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية حقك تنظمي، واللي استمرت على مدار 10 أيام في الفترة من 25 فبراير حتى 8 مارس. تم خلال الحملة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ل 143 ألف سيدة. في الدقهلية تم إطلاق منظومة النظافة الجديدة بمدينة أجا، واللي بتضم 7 سيارات، 5 طن قلاب، وسيارة مكبس 6 طن، و197 صندوق نظافة وحاوية. وكمان تم افتتاح موقف أجا العمومي بعد تطويره على مساحة 4,000 متر مربع. في الغربية أعلنت مديرية الشؤون الصحية تقديم 101,206 جلسة علاج طبيعي ل 58,000 منتفع بالخدمة بأقسام العلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ووحدات ومراكز الرعاية الأولية بالمحافظة، وده خلال شهر يناير وشهر فبراير اللي فاتوا. في المنوفية تم الانتهاء من توزيع الأسمدة الخاصة بالزراعات الشتوية في كل أنحاء مراكز المحافظة بواقع 36,000 طن أسمدة طبقاً للحصر اللي تم إجراؤه من قبل الجمعيات الزراعية للمحاصيل المستحقة ومنها القمح والبطاطس والفاصوليا. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الشباب والرياضة استكمال فعاليات المحطة الـ14 من مشروع القوافل التعليمية والتنويرية لطلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية بمحافظة الوادي الجديد، وشارك ضمن الفعاليات على مدار يومين 9,800 طالب. أما بالنسبة للأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله فهنعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة فهيكون موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان منزلة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق. النهاردة وعلى هامش المؤتمر العالمي المعني بوضع المرأة هتعزف أوركسترا الأمم المتحدة السيمفوني مقطوعة للمؤلفة الموسيقية سعاد بشناق، وبكده تكون سعاد المرأة العربية الوحيدة اللي بتشارك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة في نيويورك. النهاردة هتنظم دار الأوبرا المصرية حفل فني لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية الساعة 8 على مسرح دار الأوبرا بالإسكندرية سيد درويش. يقام الحفل بقيادة المايسترو أحمد فرج ومشاركة سولست الفنان مدحت عبد السلام، وبيتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من مؤلفات الموسيقار العالمي أنطونيو فيفالدي. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل للحرارة بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية ودافي على السواحل الشمالية الشرقية وحر على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي كمان شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا، وده على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بيكي، وطمنين عن حالة الطقس خصوصا أن في ارتفاع في درجات الحرارة. بالفعل احنا بدأنا من الأمس نشهد ارتفاع في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى. اليوم كمان هيكون في ارتفاع آخر في درجات الحرارة، بالأمس كانت 24 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، اليوم متوقع تكون 27 درجة مئوية، وده بسبب أن مصادر الكتل الهوائية بدأت تجينا من مناطق صحراوية شبه الجزيرة العربية، فده هيؤدي لارتفاع درجات الحرارة فترة النهار. مصادر الكتل الهوائية في طبقات الجو العليا في مرتفع جوي، ده بيساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، فبالتالي فترة النهار هنحس بالأجواء المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء وشمال الصعيد، أجواء دافية على سواحلنا الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، أجواء حارة على جنوب الصعيد خلال فترة النهار. خلال فترات الليل أول طيب قبل ما ندخل على فترات الليل عايزين نعرف الحر ده أو الارتفاع في درجات الحرارة دي مكملة معانا، يعني احنا خلاص قربنا ندخل على الصيف؟
لا خالص، احنا لسه فصل الشتاء لم ينتهي، فصل الشتاء هينتهي ان شاء الله 20 مارس، ويبدا بعده فصل الربيع اللي بيكون في النص الاول كمان من فصل الربيع بياخد بعض سمات فصل الشتاء، فلسه بدري جدا على بدايه فصل الصيف والارتفاعات الكبيره في درجات الحراره، لكن احنا في الفتره دي من السنه دايما بنشهد موجات ارتفاع منخفض في درجات الحراره، احيانا اعلى من المعدلات واحيانا اقل من المعدلات. الاجواء الشتويه لم تنتهي لان احنا بنقول ارتفاع درجات الحراره متوقع يكمل معانا لحد يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله، واعلى درجه حراره هنوصل لها هتكون 28 درجه مئويه فتره النهار، يعني مش هيكون زي الارتفاعات اللي شفناها الاسبوع الماضي، لكن مع يوم الثلاث هيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، تنخفض بحوالي 8 درجات لانها توصل ل 20 درجه مئويه على القاهره الكبرى، ونرجع ثاني للاجواء الشتويه لان متوقع من مساء يوم الاثنين تكون في حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، هيكون في امطار متفاوته الشده، انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، وهيكون كمان في نشاط للرياح هيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره، وانخفاض درجات الحراره يكمل معانا لنهايه الاسبوع، فالفتره دي تقلباتها الجويه حاده وسريعه، فمهم جدا بلاش نخفف الملابس خاصه فترات الليل متاخر، فتره الصباح الباكر، حتى لو خففنا فتره النهار فترات الليل لازم نحافظ على سباء الملابس الشتويه خاصة ساعات الليل متأخر فترة الصباح الباكر. اليوم وغدا متوقع أن يكون في شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، يمكن التفاتتها كان بشكل كبير على الطرق المؤدية من وإلى سواحلنا الشمالية وأثرت بشكل كبير على الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، فمهم جدا ناخد بالنا من القيادة على الطرق وتكون القيادة بهدوء تام أثناء تكون الشبورة المائية. وزي ما بنقول ان شاء الله الاجواء دي مستمره معانا اليوم الاثنين، مع يوم الاثنين وتحديدا مساء يوم الاثنين هتبدا الحاله الجويه بسبب وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، وايضا منخفض جوي موجود في على سطح البحر المتوسط هيعملوا على حاله من عدم الاستقرار. يمكن كل الناس بدات تقول ان مفيش اجواء شتويه تاني، لا الاجواء الشتويه الممطره يمكن كمان القاهره الكبرى من ضمن المحافظات او المناطق اللي فيها سقوط امطار، فناخد بالنا ولازم يوميا نتابع النشره الجويه عشان نشوف الحاله الجويه عامله ازاي. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها بالقاهره العظمى فيها 27 والصغرى 14، العاصمه الاداريه العظمى فيها 27 والصغرى 14، اسكندريه 23-13، العلمين الجديده 22-13، مطروح 21-14، دمياط 26-13، بورسعيد 25-12، الإسماعيلية 26-13، السويس العظمى فيها 26 والصغرى 13، العريش 26-13، كاترين 22-6، طابة 25-15، حلايب 28-15، شلاتين 31-14، شرم الشيخ 27-17، الغردقة 28-16، الفيوم العظمى فيها 29 والصغرى 10، بني سويف 28-11، الوادي الجديد 29-12، أسيوط 29-11، سوهاج 29-13، قنا 30-13، الأقصر 31-15، وأخيرا أسوان العظمى فيها 32 والصغرى 15. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة، ودي كمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية. الحقيقة أنه في ارتفاع صحيح ظاهر في درجات الحرارة، لكن ما نخففش هدومنا، وفي كمان ظواهر جوية تانية اللي هي الأمطار اللي ممكن تبقى موجودة بس بعد يوم الثلاث، لكن كمان في شبورة مائية ممكن تبقى كثيفة على الطرق خصوصا على السواحل الشمالية. مرة تانية هنرجع لجمانة ومصطفى نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرك يا لميا، شكرا جزيلا. النهاردة هتختتم الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، واللي أقيم في مدينة أسوان من الفترة من الخامس إلى العاشر من شهر مارس الجاري، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة وبرعاية مباشرة من المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان. صحيح مصطفى، أن الدورة السابعة شارك فيها 61 فيلم بين طويل وقصير، روائي وتسجيلي ورسوم متحركة، وتنافست الأفلام دي للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والفيلم القصير وجائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورو متوسطي، بالإضافة لمسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.
السنة دي الحمد لله كان لنا يعني فرصة كبيرة ان احنا نعمل برنامج ورش ناجح وكبير، استمرت على مدار 3 شهور في أسوان، كل اللي فيه من شباب وفتيات أسوان، وده الهدف الأساسي اللي احنا بنشتغل عليه طول الفترة ديت، هو ان احنا نعمل تمكين لشباب جوه صناعة السينما. طب ايه الهدف؟ الهدف ان احنا ما نخرجش، ما نخليش الموهوب، الشخص الموهوب سواء بنت او ولد، يضطر ان هو يخرج بره أسوان او يجي القاهرة عشان يشتغل او علشان يلاقي فرصة للعمل جوه مجال السينما. فاحنا السنة دي الحمد لله نجحنا بمعاونة طبعا وزارة الثقافة ومحافظة أسوان وكل الجهات المعنية وكمان مؤسسات المجتمع المدني، ان احنا نعمل برنامج ورش يمتد على مدار 3 شهور، يبقى فيه برامج متنوعة جواه. فده الهدف واحنا الحمد لله شغالين عليه، والحمد لله ربنا بيكرمنا سنة بعد سنة. السنة دي السنة السابعة من أفضل السنين اللي مرت علينا، لأن احنا السنة دي بنحط رجلينا على أول طريق ان أسوان يبقى فيها مشروع سينما كبير يساعد أسوان كسياحيا وكمان يساعد الموهوبين جوه أسوان ما يشتغلوا. السنة دي في الدورة السابعة اشتركت بفيلمين في الورش كتصوير ومصور مدير تصوير، وفيلم في مسابقة ذات أثر اسمه العروسة إن شاء الله مع الأستاذ سيد عبد الخالق المخرج. جيت حتى أغطي إعلاميا هذه الحركة الثقافية الرائعة، والمؤسسة Land of Art Foundation تشترك للمرة الثانية في هذا المهرجان الدولي العالمي اللي يجمع فنانين من هوليود وأيضا جمع من الوطن العربي كفن تشكيلي. إشارة جيدة أو لمسة جيدة من المهرجان أن تعزز دور المرأة في المجتمع. شكرا لك وأتمنى لك التوفيق. الهدف من هذا المهرجان أن احنا بنعرض طبعا كالمجلس القومي للمرأة شريك أساسي في هذا المهرجان خاص بسينما المرأة، ومنتدى نوت اللي بيعرض كل سنة وبيتم فيه مناقشة كل الأفلام اللي بتهتم بالمرأة في جميع بلاد العالم. ودلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء بصحبة زميلتنا لميا حمدي. لميا، شكرا لك مصطفى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد تبادل التهنئة بمناسبة مرور 80 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، وذلك في الإطار الذي بحث فيه الرئيسين سبل تعزيز مختلف أطر التعاون بين مصر وروسيا، خاصة من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجارية بينهما، حيث ثمن الرئيسان العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين الدولتين في مختلف المجالات. وشهد الاتصال أيضا مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية، حيث أكد الرئيسان أهمية دفع جهود تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتسوية الأزمات القائمة بها على نحو يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها. كما تطرق الاتصال إلى التشاور حول سبل التغلب على الأزمات العالمية الراهنة، لا سيما في مجال الغذاء، حيث أكد الرئيسان أهمية تعزيز الأمن الغذائي خاصة للدول المتضررة في إفريقيا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الحفاظ على تضحية الشهداء الذين دفعوا ثمنا كبيرا من أجل أن يتحقق الأمن والاستقرار للدولة. وفي كلمته خلال الاحتفال بيوم الشهيد في الندوة الثقافية 37 للقوات المسلحة، قال الرئيس السيسي أن الاحتفال يعكس العرفان بحق الشهداء رغم الصعوبات والظروف الصعبة التي مرت بها مصر وتجاوزتها بفضل الله وبفضل تضحيات الشهداء. كما شدد الرئيس السيسي على أن الدولة تمكنت من إنجاز هدف القضاء على الإرهاب في شمال سيناء بنجاح، لافتا إلى أنه عندما تولى المسؤولية كان الهدف هو القضاء على الإرهاب في شمال سيناء مع تحقيق التنمية. وأضاف الرئيس السيسي أنه كانت هناك مساع لتخريب تواجد الدولة في شمال سيناء عام 2011.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن دعم القطاع الصناعي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة الحكومة، وذلك وفق خطة تركز على القطاعات التي تزيد من الصادرات المصرية إلى الخارج. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لاستعراض مقترحات البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، حيث اطلع رئيس الوزراء على أبرز محاور تنفيذ البرنامج، مشيرا إلى أنه يستهدف تحقيق زيادة جوهرية في الصادرات باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وأيضا قاطرة النمو لصناعات وطنية ذات قدرة تنافسية في الأسواق العالمية. أعيد انتخاب شي جين بينغ رئيسا للصين لولاية ثالثة غير مسبوقة مدتها 5 سنوات، إثر تصويت النواب بالإجماع لصالح الزعيم البالغ من العمر 69 عاما. وكان شي جين بينغ قد حصل في أكتوبر الماضي على تمديد لمدة 5 سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية، وهما المنصبان الأهمين في سلم السلطة في البلاد. وجاءت نتيجة تصويت النواب بحصول شي جين على 2952 صوتا مقابل 0 أصوات معارضة و0 امتناع. التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو في واشنطن لتجديد دعم الولايات المتحدة لانضمام فنلندا سريعا إلى حلف شمال الأطلسي. وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون للصحفيين إن بايدن ونينيستو ناقشا التزامهما المستمر بدعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي. وتقدمت فنلندا إلى جانب السويد بطلب للانضمام إلى حلف الناتو ردا على العمليات العسكرية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من عام. قال رئيس المخابرات العسكرية الليتوانية إليجيوس بولافيسيوس إن روسيا لديها ما يكفي من الموارد لمواصلة القتال في أوكرانيا لمدة 2 عامين وبنفس القوة. وأكد رئيس المخابرات العسكرية الليتوانية للصحفيين أن الموارد التي تمتلكها روسيا في الوقت الحالي ستكون كافية لمواصلة عملياتها، مضيفا أن مواصلة روسيا للقتال تعتمد أيضا على الدعم الذي يتلقاه الجيش الروسي من دول أخرى. أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضرورة وجود شراكة وثيقة بين بريطانيا وفرنسا. جاء ذلك في بيان عشية مشاركته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أول قمة فرنسية بريطانية منذ عام 2018. وشدد سوناك في البيان على ضرورة تعزيز تحالف البلدين لكي يكون جاهزين لمواجهة تحديات المستقبل، وذلك في وقت توجد فيه تهديدات جديدة وغير مسبوقة. مشاهدينا، انتهى موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. امبارح تم افتتاح التشغيل التجريبي لمحور الفريق كمال عامر الجديد في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري بمنطقة المنيب حتى تقاطعه مع الطريق الدائري بمنطقة امبابة. المحور ده يا جمانة في منتهى الأهمية. ليه؟ لأنه بيساعد بشكل كبير في خفض الكثافات المرورية، وبيساعد في تقليل زمن الرحلات، وتم تنفيذه من خلال الجهاز المركزي للتعمير. خلينا نتعرف على تفاصيل هذا المحور. ممكن يحل مشكلات مرورية فين بالتحديد؟ نقدر نستفيد منه أقصى استفادة إزاي؟ بصحبتنا اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى عبر الهاتف. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ مصطفى، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. في البداية عايزين نسأل حضرتك، إيه أهمية هذا المحور؟ المواطن المصري يستفيد بيه إزاي بالتحديد لو هو من سكان فين بالظبط؟ يعني هو هيخدم على منطقة إيه بالتحديد؟ طيب خليني اقول لحضرتك الاول ان المحور ده زي ما حضرتك تفضلت من شويه هو محور ايقوني في محافظه الجيزه، لان محافظه الجيزه بقى لها فتره طويله عندها مشكله بين الشرق والغرب نظرا لوجود مانع صناعي اللي هو السكه الحديد. تمام.
والسكة الحديد ده عامل مشكلة في المعابر من الشرق للغرب والعكس. المعابر اللي كانت موجودة خلينا نعدها طبعا معروفة: نفق الهرم، كوبري فيصل، كوبري العمرانية القديم، بعض المزلقانات زي نهية وانكارس وبلاء. وأعتقد أن هذه المعابر أصبحت لا تتناسب مع 120 مليون مواطن دلوقتي. من الكثافات السكانية اللي موجودة في المنطقة دي واللي بتتنقل من الشرق للغرب عبر هذه المعابر يوميا لا يقل عن 10 مليون مواطن. فطبعا وده كان بيعمل كثافات في منطقة كوبري فيصل والهرم وبولاء وجامعة الدول العربية والكلام ده كله الناس كلها عارفاه، ودي كانت مشكلة في محافظة الجيزة. هذا المحور هو محور عربي وأول محور عربي يتعمل في القاهرة الكبرى، لأن جميع المحاور اللي موجودة في القاهرة الكبرى كلها محاور طولية. وخلينا نعدهم مع بعض برضو، هنلاقي محور 26 يوليو موازي للطريق الدائري، موازي للاثنين دول محور تحيا مصر. هذا المحور هو أول محور عربي يربط المحاور دي كلها مع بعض ويعمل معابر من الشرق للغرب. وطبعا زي ما حضرتك تفضلت بيقلل زمن الرحلة وده راحة للمواطن، بيقلل استهلاك الوقود، بيحافظ على البيئة طبعا. وخلينا ناخد يعني على سبيل المثال للحصر، يعني ان شاء الله احنا افتتحنا التشغيل التجريبي دلوقتي المرحلة الاولى من دائري المنيب وحتى دائري الوراق شمالا، وان شاء الله بنستكمل خلال اشهر قليلة للربط على محور تحيا مصر بطول 2 كيلو و 800 متر. يعني تخيل حضرتك ان المواطن النهاردة اللي هيكون في شارع جامعة الدول العربية في المهندسين هيطلع المطلع من جامعة الدول العربية، هيخش على محور الفريق كمال عامر، هيخش على الكوبري الملجم محور تحيا مصر بالظبط في 5 دقائق بقى في شبرا، من المهندسين لشبرا. أنا بقول إن ده خيال، خيال علمي يعني. طيب يا فندم اتفضل. بالإضافة طبعا لجميع الأماكن، يعني احنا حضرتك منطقة بولاء خدمناها، منطقة الهرم وفيصل بقى في مطلع ومنزل، بالإضافة إن احنا طورنا محور ترسه موازي لشارع الهرم لتعويض شارع الهرم دلوقتي بيتعمل الخط الرابع للمترو فيه. صحيح. فبقى في محور تبادلي، وهذا المحور بيربط دخولا وخروجا على محور الفريق كمال عام. اتفضل يا فندم. طيب سيادة الرؤى، طبعا بعد التحية يعني حضرتك يعني حاولت توصل للسادة المشاهدين المناطق اللي بيخدمها المحور ده، بس عشان نكون نوصل معلومة بشكل مباشر للسادة المواطنين ويقدروا يستفيدوا من هذا المحور بشكل أكبر بما أنه تم الافتتاح التجريبي، المطالع والمنازل بالضبط فين يا فندم؟ حضرتك هناخدهم من البداية. في وانت جاية من دائري المنيب حضرتك تقدري وانت جاية من الدائري اللي جاية من المعادي تخش على محور الفريق كمال عامر، في نزلة عند منطقة العمرانية تنزلي، لو انت هتعملي يوتيرن من تحت الكوبري وترجعي تخشي على شارع خاتم المرسلين وترسة اللي ممكن في اتجاه الرماية، او لو انت هتكملي على طول في الناحية التانية اللي جاي في منزل، يعني في منزل ومطلع اللي يدخل على ترسة واللي يدخل على خاتم المرسلين واللي خارج من خاتم المرسلين او ان احنا نمشي علوي، وفي منزل هيبقى ان شاء الله بس ده لسه يعني في خلال ايام قليله قادمه هينزل عند جامعه القاهره وده خلاص جاهز، او نكمل على طول في منزل على بولاء ومنزل على محور صفت اللبن، نربط على محور صفت عند جامعه القاهره، نكمل على طول في منزل ومطلع على شارع جامعه الدول العربيه، ياخد من جامعه الدول العربيه ويدي جامعه الدول العربيه وفي الاتجاه العكسي، وبعد كده قدام رابط على محور 26 يوليو في جميع الاتجاهات وهيخدم على منطقه مثلث تشتيل، بعد كده هنكمل على طول ثم الربط على منطقه دائري الوراق في الاربع اتجاهات، من الاربع اتجاهات رابط على الدائري، يعني ياخد من الدائري اللي جاي من اكتوبر ينزل واللي جاي من المحور يطلع يكمل على مصر الجديده والعكس، ثم الربط على محور تحيا بقى. يعني اللي انا فهمته كده ان هو محور عربي زي ما حضرتك قلت بيخدم 26 يوليو جامعه الدول العربيه صفت اللبن فيصل هرم، هل دي بدايته ودي نهايته؟ يعني هو موازي كده المحور اللبيني او محور الاكستنشن بتاع المعادي؟ لا يا فندم، هو عربي عمودي نايم على كل المحاور دي. اه كل المحاور اتفضلت عليها دي كلها محاور طوليه.
لكن هو يعني كان اول بدايته فين يا فندم ونهايته فين بالظبط؟ بدايته يا فندم جنوبا عند المنيب تحديدا دائري المنيب، تمام، ونهايته في المرحله اللي احنا افتتحناها الدائري شمالا عند دائري الوراق، تمام، بطول 12 كيلو متر. 12 كيلو متر. طيب بطول 12 كيلو متر يا فندم، لكن عدد الحارات المرورية كم حارة؟ يتراوح من 3 ل 4 حارة مرورية في كل اتجاه، وروعية في التصميم بتاعه طبعا ان احنا الاماكن اللي هي مكتظة بدأنا نعمل الكوبري او المحور ده بقى باسلوب الدبل ديك بقى دورين، وركع فرد تاني بقى اتجاه واحد، بيعمل السيولة المرورية، واربع حارة مرورية في المنطقة دي كافية جدا جدا للسيولة المرورية. اسلوب الدورين او الدبل ديك اللي حضرتك اتكلمت عنه لو موجود في صفة اللبن مثلا على سبيل المثال، اصعب مناطق تم تنفيذه فين؟ يعني تم تنفيذها في قد ايه؟ طيب خليني اقول لحضرتك على حاجة مهمة بمناسبة اصعب مناطق. طبعا احنا لما بنقول بنعمل محور بطول 12 كيلو والجزئية الثانية 3 يعني 15 كيلو، في منطقة الجيزة او القاهرة الكبرى تحديدا مناطق صعبة جدا، المرافق والبنية التحتية في المنطقة دي قديما كانت متهالكة. احنا واحنا شغالين طبعا ده كان مسار اسمه ترعة الزمر زمان، صحيح، ماشيين على مسار الترعة، وبالتالي كانت جميع المرافق بتاعة محافظة الجيزة موجودة في الترعة سواء خطوط الصرف الصحي او المية او كان ده كله. خليني اقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، ودي كانت اهالينا في منطقة فيصل والهرم وبلاد دكرور وبشتيل بيعانوا منها العمرانية، ان خطوط الصرف الصحي كانت خطوط الاسبستوس القديمه اللي تم تنفيذها في اوائل القرن الماضي، ودي كانت حاجه يعني خطوط الصرف الصحي بتبقى خطوط انحدار على اعماق من 6 ل 8 متر. طبعا الخطوط دي تهلكت، حصل تسرب من الحمقه بتاعه الصرف، حصل تشبع للتربه، حصلت مشكله مع خطوط الميه وبقت تعمل مشاكل للناس. تم تغيير اثناء التنفيذ جميع خطوط الصرف الصحي بخطوط جديده، تم تغيير شبكات المياه، تم احلال شبكات الكهرباء 220,000 و66,000 و11,000، ودون ان يشعر المواطن واشتغلنا في اصعب الاماكن. يعني حضرتك طبعا احنا كل ده كانت اسرات عميقه، اسرات عميقه يعني خطوط غاز ضغط عالي، خطوط اتصالات، طبعا كل ده تعاملنا معاه. الحمد لله ما حدش شعر يعني بمشاكل اثناء فتره التنفيذ، ويمكن ده مش مبرر، ولكن هو احنا المحور مده تنفيذه لم تتجاوز الثلاث سنوات، بس منهم حوالي سنه بنغير جميع المرافق بتاعه المنطقه على اساس ان ما حدش هينفع يخش على المحور تاني يغير اي مرفق. طيب في نقطة تانية كمان يا فندم مهمة جدا، وهي التعامل مع المسافة المتداخلة مع المحور وأيضا الخط الثالث لمترو الأنفاق. طبعا احنا اشتغلنا من خلال تنسيقات، احنا أجهزة الدولة جهاز واحد، اتنسقنا طبعا مع مترو الأنفاق، نسقنا مع السكة الحديد، نسقنا مع جميع الشبكات، ويمكن حضرتك هتشوفي ان في الخط الثالث المسافة بيننا وبينه يعني بسيطة جدا واحنا ماشيين. طبعا المحور ده من الصعوبه بمكان في تنفيذه ان هو كان زي ما حضرتك تفضلتي محصور بين اهالينا المواطنين والناحيه الثانيه السكه الحديد والتطويرات اللي بتحصل سواء في الخط الرابع او المونوريل قدام او كان كله. صحيح. التنسيقات اتعملت بالكامل وكل واحد اشتغل في اتجاهه، واحنا شغالين من خلال دوله. يعني صحيح. صحيح صحيح مفهوم جدا. طيب هل الدوله هتستغل المساحات الموجودة أسفل الكباري لعمل محلات تجارية كما جرت العادة وشفناها في محاور مرورية أو كباري أخرى؟ بص يا فندم، احنا عندنا الطريق السطحي تحت، ده الأساس فيه إن طريق سطحي، إن احنا عشان طبعا المواطنين أو الكيانات اللي موجودة تحت تستغل هذا الطريق، أما الحاجات اللي بتبقى أسفل الكباري فبيتم استغلالها من خلال المحافظة، وأعتقد إن في نموذج اتعمل من عند النساجين الشرقيون في نصر الدين وانت رايح على دائري المنيب، المحافظه نفذته حاجه راقيه جدا، مواقف اتعملت مواقف لكل اهالينا اللي موجودين هناك، لان لن يجوز مش هينفع بعد كده ان احنا نقف في الشارع نقفل الطريق السطحي، اتعملت مواقف كويسه، اتعملت بعض المحال التجاريه، والكلام ده بيتعمل لاسباب كتير، اول حاجه بيحافظ على البيئه النظيفه اسفل الكباري، لان طبعا مش عايزين اي استغلالات او ان حاجه تخش
تلوث المناظر، فده من خلال المحافظه، واعتقد المحافظه ان شاء الله هتقوم بدورها في الموضوع. ان شاء الله يا فندم. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات. نشكر اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهره الكبرى. في حدث فني مختلف وفي مكان فريد وبيتزامن ايضا مع يوم المراه العالمي. هذا الحدث استضافه معبد حتشبسوت في الاقصر، وهو معرض الملكه واللي بيتم تنظيمه في اطار فعاليات منتدى المراه العالمي للفنون في نسخته الثالثه، واللي بيقام في الاقصر والغردقه من الفتره من الخامس وحتى 12 من شهر مارس الجاري. صحيح يا مصطفى، هذا الحدث الحقيقه بيشارك فيه 30 فنانة من 14 دولة، ودي أول مرة بيتم فيها تنظيم المعرض من أمام معبد حتشبسوت. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المنتدى ومعرض حتشبسوت من محمد حميد رئيس منتدى المرأة العالمي للفنون. صباح الخير على حضرتك يا فندم، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا بكم فندم. أهلا بحضرتك. يعني في البداية لو تكلمنا عن هذا المنتدى، منتدى المرأة في نسخته الثالثة وأماكن كمان إقامتها. المنتدى المرأة العالمي لواء للفنون هو النسخة الثالثة، تم تنظيم نسختين قبل كده في الغردقة، وهي فكرة خاصة بالفنون والثقافة. مصر يعني تفردت بها انها تنظم حدث تشكيلي للمرأة بس، والحمد لله شارك فيه اكثر من لغاية دلوقتي اكثر من 120 فنانة على في خلال الدورتين اللي فاتوا. والسنة دي قلنا ننوع الموضوع ونقوي الحدث، فروحنا نعمل اتجهنا طبعا لوزارة السياحة وطلبنا رعايتهم للحدث واقتنعوا بالفكرة، وهيئة ترشيد السياحة والمكتب العام للآثار سمحوا لنا ان احنا نعمل المعرض الملكة داخل معبد حتشبسوت، وده كان حاجة جميلة جدا أثرت في نفوذ الفنانات وعمل تسويق قوي جدا للمعبد عن طريق صفحاته. انا يهمني التسويق الخارجي، هل اهتمت وسائل الاعلام بره مصر، وسائل الاعلام العالميه؟ لان طبعا يعني معبد حتشبسوت مكان عالمي، مكان اثري، بالتاكيد اقامه المعرض داخل معبد حتشبسوت يختلف عن اقامته في اي جاليري او في اي صالون ثقافي ثاني. يعني انا مؤمن بفكره ان نخرج بالفن من القاعات المغلقه. تمام. مين بيروح القاعات المغلقه غير الفنانين نفسهم؟ يعني حتى الفنان لما يجي يعمل معرض يبقى هو واصحابه. صحيح. لا، احنا نخرج بالارت خارج القاعات المغلقه، لجمهور الارت ده، لجمهور الفن، واللي بيروح معبد حتشبسوت مش بيدور برضه على الفن، يعني بيتذوق. احنا فوجئنا كمان ان ما كانش بيصوروا المعبد قد ما بيصوروا اللوحات. جميل. لان الجمهور اللي بيروح المعبد حتشبسوت ده جمهور مثقف من دول العالم كلها للسياحه الكلاسيك، فكان عجبتهم قوي الفكره وقعدوا. وبعدين هو الحلو كمان ان وجود الفنانات الاجانب من 14 دوله، فكان الفنانين كان الزوار المعبد وهم داخلين معبد حتشبسوت شايفين اجانب وموجودين جنب لوحاتهم، فده كان حاجه كويسه ورساله كويسه جدا. يعني انا حتى عايز اقول لك كانوا بيصوروا اللوحات وصوروا الفنانين واقفين جنب شغلهم وبيتكلموا معاهم وبيسالوا ده ايه؟ فاهمني ازاي؟ فكان تسويق كويس جدا. طيب استاذ محمد، انطلاقا من النقطه دي، فكره وجود فنانات من 14 دوله، الحقيقه انه يعني مش بس خرجتوا من القاعات المغلقه واتجهتوا لمعبد حتشبسوت، لكن كمان كان في انه الفنانات كانوا بيرسموا في الشارع. كلمني عن تفاعل الفنانات مع الناس في الشارع كان ايه؟ وصاد معبد الاقصر على الكورنيش طبعا بتصريح من سياده المحافظ، واتعملت ورشه لمده ساعتين على الكورنيش اثناء السانسيت، وكانت يعني برضك ليها اثر كبير جدا في التنميه، يعني تخلي الشارع اللي هو زائر الشارع او الناس اللي ماشيه في الشارع تشوف ارت وتشوف ورشه فنيه، ودي حاجه كويسه. وطبعا من يعني الخلفيه معبد الاقصر ده حاجه عظيمه طبعا، والصور دي يعني الناس الفنانات نشروها على صفحاتهم، وطبعا كل فنانه ليها متابعين، فحاجه كويسه. الحاجه الثانيه ان احنا قسمنا الحدث ما بين جمعنا ما بين السياحه الكلاسيك والسياحه التشكيليه والسياحه الشاطئيه. احنا خدناها، هم دلوقتي وصلوا الغردقه ان شاء الله يقعدوا 3 ايام، هيروحوا جزيره بارادايس الجيفتون شاطئ بارادايس، هيقعدوا بكره يوم كامل هيرسموا جوه الجزيره على السيرف بورد القديم، و
وهيحولوه الى قطع تشكيليه ويستمتعوا برضك بجو الغردقه الجميل. استفادوا ازاي من الحضاره المصريه القديمه في هذه الرسومات؟ يعني اكيد تدخلت عناصرنا الفنيه مع رسوماتهم. انا حددت لهم العيله اللونيه، يعني قلت لهم احنا مش بنستخدم الوان الا الوان معينه هي الوان المعبد. الالوان الاثار المصريه البيجات والرماديات الفاتحه والبنيات، فانا جبت لهم حتى ما رضيتش اجيب الوان ثانيه فجبت الالوان دي بس العيله دي واستخدموها وتاثروا بزيارات المعابد فظهرت طبعا على لوحاتهم. انا مش شايف طبعا الشاشه اللي بتطلع عندكم بس ممكن هتلاقي رسمين نفرتيتي في فنانه من اوكرانيا رسمت نفرتيتي مع بشكل ليها فلسفه، عملت جزء في نفرتيتي وبعدين طلعت باسم المراه منه. في كتير قوي رسموا الموتيفات فرعونيه في صوره تشكيليه برؤيه تشكيليه قويه. الحلو كمان ان احنا 14 جنسيه جامعه اوكرانيا وروسيا وبلاد ثانيه، فده حلو حاجه. يعني بص الفنانين بيقدموا رساله للعالم كله ان احنا ممكن نعيش مع بعض بدون اي مشاكل. طيب يا فندم، ايه الخطوه الجايه للمنتدى؟ هل احنا محتاجين سياسه تسويقيه او ترويجيه اكبر خارج مصر؟ ايه الخطوه الجايه والخطه المستقبليه للمعرض او المنتدى؟ انا راسم للمهرجان ده السنه الجايه ان شاء الله طبعا بدعم الدوله، ويعني بشكر وزاره السياحه والاثار وهيئه تنفيذ السياحه عمرو بير قاضي ومصطفى بير وزيري لانه وافق لي ان هو عامل المعرض هو حتشبسوكي. دي كان خطوه جريئه يعني ان احنا نعمل الحدث ده المره الجايه يقعدوا يشتغلوا جوه المعبد لمده 3 ايام، يعني كل يوم يروحوا يرسموا ده، وخصوصا المعابد الاكبر بقى اللي هي الكرنك او الاقصر. بالاضافه ان احنا بنجهز لحدث كبير ان شاء الله يتم في الهرم برضه خاص بالفنون التشكيلية ان شاء الله في سبتمبر الجاي. صحيح. احنا بص يا فندم، هو الموضوع ان الفنون التشكيلية هي بالظبط كده اكبر دعاية لاي بلد، لان القوة الناعمة دي مهمة جدا وهي قوة مصر الرئيسية. لا هو فعلا يا استاذ محمد، العين دايما بتتذوق، وفكرة ان انت يعني تجيب فنانات ليهم متابعين كتير على السوشيال ميديا، يعني جمهور في العالم الغربي او بره مصر ويقدروا يجوا يرسموا وتعمل ده، اعتقد الفكره بره الصندوق محتاجه دعم كبير، مش بس على قصه انك تبقى منتدى المراه العالمي للفنون، لا محتاج ان انت تطورها وتكبرها. بحييك وبشكرك وبتمنى ان احنا نشوف افكار دايما جميله وبره الصندوق كده. شكرا ليك استاذ محمد حميد رئيس منتدى المراه العالمي للفنون. ما زال حديثنا عن الفن مستمر، ورموز مصر الفنيه هم قوتها الناعمة، مقتنياتهم أيضا هي جزء من تراث بيخلد لحظات مهمة جدا من أي عمل فني أو مسرحي، زي الملابس، الأدوات الكتابية، الساعات، المقتنيات النادرة المحفوظة في متحف رواد الفن. يا مصطفى، صحيح آخر المقتنيات اللي انضمت لهذا المتحف هي مقتنيات الفنان صلاح قبيل. خلينا نتعرف أكتر عن هذه المقتنيات الجديدة اللي تم إهدائها لهذا المتحف بصحبتنا الأستاذ تامر فاروق المدير المالي والإداري المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. كلمنا يعني أنا عرفت كان ناشر ابن الفنان صلاح قبيل على صفحته قصة إهداء عدد كبير من مقتنياته. كلمنا عن المتحف بشكل عام، وكلمنا عن الإضافة اللي أضافها أو أضافتها مقتنيات الفنان صلاح قبيل لهذا المتحف. تمام يا فندم. في البداية كانت فكرة المتحف جت مع إنشاء قرار المركز سنة 81، وكانت البداية كانت عبارة عن بعض المقتنيات للفنان الكبير يوسف وهبي في بعض أعماله مثل راسبوتين والأخرس والفنانة أمينة رزق، وبعض مقتنيات الموسيقى زي عود داوود حسني وعود سيد درويش. تمام. لغاية حوالي سنة 2019 كان عندنا 7 مقتنيات فقط، تمام؟ لغاية ما جه الأستاذ ياسر صادق وعمل تعاون مع جمعية أبناء الفنانين، فأصبحت الجمعية دي بصراحة يعني ما بخلتش علينا بأي شيء، وراحت جايبة لنا مقتنيات لبعض الفنانين من ذويهم سواء أبنائهم سواء أقاربهم، إلى أن وصلت إلى 84 مقتنى من 7 فقط.
تمام، ولقينا ان شغف وحب الناس للتعرف على الحياة الشخصية للفنان طبعاً اكبر بكتير من اعماله. عايزين مبهورين مثلا نظارة الفنان، عباية الفنان، قلم الفنان، عود الفنان، فلقينا شغف رهيب من الناس. فتولدت الفكرة لدى الأستاذ ياسر صادق ان هو يجمع كل مقتنيات الدين، فبدأ بحديقة المتحف وعمل صور لجميع الفنانين اللي جابوا لنا مقتنى، حتى مسلسلة بتاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة. ودخلنا جوه بعد كده بقى الطابق الأول، تخش تلاقي مقتنيات كتيرة، ناس كتيرة، الفنانة سميحة أيوب سواء راحلين أو سواء أحياء، الفنانة سميحة أيوب، الفنانة أمينة رزق، داود حسني، عدل كاسب، حتى زوزو نبيل في سيمة جواز ليها وساعة وبطاقة وخواطر بخط اليد ليها، والفنان توفيق الدقن اللي ابنه المستشار ماضي الدقن رئيس جمعية أبناء الفنانين، بصراحة هو كان ليه دور كبير في إحياء هذا المتحف وتزويدنا بالمقتنيات. تمام، لما لقينا ان الموضوع بقى بصراحة كبر بشكل رهيب، تمام، وما بقاش الطابق الأرضي يكفي. أيوة. تمام، فبرضك الدكتور ياسر الصادق رئيس المركز السابق قال لازم نعمل المبنى كله متحف. وفعلا قدمنا خطة لوزارة التخطيط على أساس ان احنا نعمل الطابق الثاني والثالث حتى نعرض المقتنيات دي بشكل يليق بالجمهور. تمام، وافقت وزارة التخطيط وخدنا لدعم المالي الحمد لله على السنة الجديدة، وهنعمل الطابق الثاني والثالث للمتحف، لأن الموضوع بصراحة احنا كل يوم يجي لنا واحد من زاوية الفنانين عشان يهدي لنا مقتنياته ويبهر بالفكرة، وكل واحد شايف قريبه أو باباه، يعني بصراحة يعني كان فخورين جدا. حتى لما جت معالي الوزيرة كله كان واقف مبسوط جنب قرايبه ومقتنياته والحمد لله. يعني بس أستاذ تامر، يعني بما أن حضرتك بتتحدث عن فكرة أنه إزاي بتحصلوا على مقتنيات الفنانين، هل فقط بتبقى بشكل تبرع مثلا أو إهداء من ذوي الفنانين، ولا أنتوا ممكن تتوجهوا لأسرة فنان بعينه؟ بنعمل الاثنين يا فندم، بنعمل الاثنين، بس هي بصراحة بنعتمد اعتماد كبير على جمعية أبناء الفنانين، وهي اللي تتصل بيهم وبعد كده بإيه بنتقابل وبيتم بشكل إهداء. تمام، وفي طريقة تانية ان احنا بنتوجه للفنان ونقول له لو سمحت ايه اهدنا بعض مقتنياتك، زي ما عملنا مع الأستاذة سميرة عبد العزيز والأستاذة الفنانة الكبيرة سميحة أيوب والاستاذ أشرف عبد الغفور. صحيح، ففي دي وفي دي، ما بنسيبش سبيل او طريق لما ايه نحصل على مقتنيات الايه الفنان اللي معانا. صحيح، عموما احنا في مصر بالفعل محتاجين زي ما بيقولوا كده ايه نغير ثقافتنا المتحفيه، نشوف الابهار اللي هيحصل في المتحف المصري الكبير نبني عليه، نشوف المتحف اللي وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي بانشائه لعمليات الارهابيه في سيناء، نشوف متاحف زي حضرتك بتتكلم عليها، متاحف للفنانين معاصرين كلها من القرن العشرين والحادي والعشرين، بحيث ان يبقى عندنا تنوع والعين بتشوف كل ده، والمشاهد او السائح العربي او الاجنبي محتاج يشوف تنوع من كل هذه الالوان. بنشكرك استاذ تامر فاروق مدير المالي والاداري المركزي القومي المسرح والموسيقى والفنون على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا ما زالت فقرتنا مستمرة لحد الساعة 10، لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم باقي فقراتنا. نرحب بحضراتكم مرة تانية وبنروح لسؤال الحلقة. سؤال الحلقة، ايه هو او ايه هي طقوس يوم الجمعة بالنسبة لكم اللي مش ممكن تتخلوا عنها؟ نروح لبعض مشاركات حضراتكم. ومعانا ملاك الرحمة أم رحمة بتقول صباح الخير عليكم، قراءة سورة الكهف والمحافظة على الصلاة ولمة العيلة على وجبة الغداء. طبعا يعني قراءة سورة الكهف طبعاً من أهم الحاجات. في عندي ريهام النوبي بتقول البخور واعمل كيكة، يا سلام عليك. في نسيت اسمي، ده اسم الاكونت كده، ماشي مش مشكلة. اتخانق انا واخواتي مين هينزل يجيب العيش، ده اساسي كل جمعة. ليه بس كده؟ ليه كده؟ محمد ابو روكا، عندنا طقس اساسي يوم الجمعة هو الفطار الجماعي والغدا الجماعي، المهم نتجمع كلنا وده اساسي كل جمعة. انا عايز اقول لك دي احلى حاجة بتعملها،
يعني بجد والله احلى حاجه بتعمل انك تحافظ على الاسلوب ده، او ان العيله تتلم على على المائده كل جمعه على الاقل وجبه واحده، دي افضل حاجه. في بقى رندا جندي، يعني يوم الجمعه لا انا حاسه ان انا محتاجه اجي اقضي معاكم يوم الجمعه. بص بقى، صباح الخير والسعاده من بلد الكرم الشرقيه. الله، صباح الخير طبعا عليكي على كل اهل الشرقيه. تقول طبعا يوم الجمعه ده عند الشارع كله هو يوم عيد، يوم قراءه سوره الكهف اول حاجه، بعدين الفطار. تعالوا بقى على التقيل، تجهيز الغدا. محشي بقى، وبعد كده بقى محشي بقى واكلات كده كتير، وبعدين بعد الغدا شاي من على نار الخشب بتاعت المحشي. الشارع كله بيحتفل بيوم الجمعه، ولازم نكثر من الاستغفار، وبصبح عليكم مره تانية. في اكونت اسمه انا الخطير هو اسمه كده، ما اعرفش هو خطير ولا مش خطير، بس هو اسمه كده، بيقول بناكله رنجه وملوحه وسردين. دي برضو طقس جاء يعني في يوم الجمعه عند بعض الناس بالمناسبه، مش هزار يعني، الاسماك المملحه. صحيح، دي حقيقه. في كمان محمد ابو روكا بيقول صباح الخير على مصر كلها، نظرا لظروف الشغل والدراسه ومشاغل الحياه، احنا عندنا طقس اساسي يوم الجمعه وهو فطار جماعي او غداء جماعي، مهم نتجمع كلنا، وده اساسي كل جمعه. يا رب جمعه مباركه على مصر كلها يا رب. احمد الحسيني، صباح الخير عليكم، يوم الجمعه يوم الاجازه، واحنا صغيرين كنا على طول بنطلع نلعب كره في الشارع، وبعد كده نروح المسجد نصلي الجمعه، نرجع على الغدا ناكل ملوحه وبصل اخضر، لسه قايل لك اهو، نتفرج على التلفزيون، ونطلعوا تاني نلعب كوره في الشارع على العصر. والله ده طقس جميل جدا، اتمنى انك تحافظ عليه. في احمد مطاوع بيقول صباح الخير عليكم وعلى كل المصريين، قراءه سوره الكهف، البس الجلابيه المكويه واروح اصلي في المسجد صلاه الجمعه وارجع اتغدى، واظن ده ان ده العادي عند الشعب كله. لا والله ما بقاش العادي، كان زمان ممكن يبقى العادي. يعني بشكل عام دي يعني بعض تعليقات حضراتكم، ويعني واضح انه زمان كانت الطقوس كده متشابهه مصطفى. ده حقيقي، وهو في اتفاق على حاجات معينه بالظبط، البخور، صلاه الجمعه، سوره الكهف. في واحد من مطروح اسمه عماد حسن، هو توب فان، بيقول انا بصلي الفجر، اقرا الاذكار، اقرا سوره الكهف، وبعد كده اجري ساعه على البحر. يا بختك يا سيدي، مطروح بقى، وبعد كده بفطر واصلي الضحى واقعد شويه مع العيله، وكده يبقى فاضل صلاه الجمعه وبيقضيها مع العائله. ده برضو طقس جميل جدا من طقوس يوم الجمعه. ده بكل تاكيد. طب نروح بقى الموضوع تاني، واحنا بنتكلم عن يمكن الطقوس دي خلتنا نحس كده بسعاده، نرجع للمه العيله زمان. صحيح. واحنا طول الوقت الحقيقه بندور على السعاده، يعني كل حاجه بنعملها في حياتنا مفروض انه هدفها ان احنا نبقى سعاده. وفي كده دايما جمله بنسمعها ان احنا هي السعاده عاده، يعني هي بتبقى خلينا نقول شخصية الإنسان أو عادة عنده أو مخه متبرمج إن هو يسعد نفسه طول الوقت. إحنا بنفكر إزاي نقدر نسعد نفسنا. في ناس بتسأل هل ممكن أدرب عقلي على الشعور بالسعادة؟ هل ممكن أقدر أحاول إن أنا أبعد أي هموم عن مخي؟ ده سؤال مهم جدا. خلينا نقول إن ده بيتطلب برضو جهد كبير من الإنسان علشان يتعود على السعادة دي، لأن بالتأكيد لحظات السعادة بيكون لها تأثير إيجابي على صحة الإنسان النفسية. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن تدريب العقل على السعادة. كيف أكون سعيدا؟ هل أنا ممكن أقدر أجبر نفسي على السعادة؟ هل أنا اللي بحط نفسي في القالب بتاع السعادة، ولا الظروف هي اللي ممكن تحطني في القالب التاني؟ طب أنا أقدر أخرج من القالب الوحش للقالب الحلو، ولا المطلوب إيه؟ الدكتوره سمر كشك، اخصائي الصحه النفسيه والارشاد الاسري، بصحبتنا النهارده في استوديو. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور، وعايزه ابدا معاكي بقى الفقره باغنيه كده للفنانه يسرى، كانت في حرب الفراوله لو تفتكر الفيلم. فاكره كانت بتغني اغنيه السعاده هي ايه؟ ازاي احس اني سعيده ولا ليه؟ يعني ايه سعاده؟ ايه الشعور بالسعاده؟ شوفي، هو شعور كده بوصول لاعلى حاجه في النشوه، ان انا يعني مطمنه، مرتاحة، قلبي مزقطط، يعني حاسة بإحساس كده إن الدنيا كلها جميلة والأبواب كلها مفتحة، زي إحساس دخول الشمس للبيت بالظبط. يعني أنت بتحسي إن الدنيا منورة، غير العكس، إن الإحساس اللي دايما متشائم أو مش سعيد تحس إن الدنيا مظلمة، ما بيفتحش الستائر، هو مش فاتح ستارة نفسه أصلا.
احساسك بالسعاده ازاي توصلي له، دي محتاجه زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان انا محتاجه امرن نفسي على ده. بمعنى انا عندي عقلين، عقل واعي وعقل لا واعي. انا دايما النظره بتاعتي هي اللي بتاعتي برمي في العقل اللاواعي النظره بتاعتي او تركيزي على ايه. لو انا مركزه دايما على الحاجات المتفائله الظريفه الجميله وشايفه الدنيا منوره دايما حتى مع الثغرات اللي بتحصل تضايقني، انا برمي الافكار دي في العقل اللاواعي، بتديني على المدى الطويل نظرتي للاشياء. خلاص انا يعني ركمت وعبيت وخزنت الحاجات الحلوه، فانا دايما شايفه الحاجه بشكل على مدى بعيد الحاجه كويسه. فتركيزي على حاجه معينه زي المثل الشهير ان انا ببص للجزء بتاع الكوبايه اللي مليان عن الفاضي. انا شايفه ان بدايه شعوري بالسعاده بتبدا بالرضا، ودي اهم حاجه. هي دي النقطه اللي بقول لحضرتك عليها. زي انا معايا خاتم صغير كبير، معايا خاتم طول ما انا بصله انه احلى حاجه في الدنيا وراضيه بيه، انا يعني حباجد. وفي خواتم اغلى بكتير، وفي خواتم ممكن احلم بكتير. ممكن احلم بخاتم اجمل، بس طول ما هو ده معايا وما وصلتش للحلم انا مبسوطه بيه، طول ما انا شايفاه انا مرتاحه. لو تطلعت لحاجه تانية انا ما عدتش شايفاه وهو في ايدي. انا زي مثلا اللي عايز يغير عربيته، هو خلاص خد القرار انه يغير عربيته، ناقم على عربيته دي، كل ما يركبها يشتمها. طب هي ذنبها ايه؟ انت لسه ما وصلتش. هي مساله رضا. رضا وقمة السعادة اللي اجتمع عليها الفلاسفة والحكماء هي ان انت تحسي بسلام نفسي. دي حقيقة، انه طول الوقت هيبقى فيه أحسن، طول الوقت فيه يعني طول الوقت فيه حد أغنى، طول الوقت فيه حد أحلى، طول الوقت فيه حد أحسن، طول الوقت فيه أحسن. أيا كان لو فضلت أبص على انه أنا عايزة طول الوقت الأحسن وان أنا مش مقدرة اللي أنا فيه، مستحيل مستحيل. ما هو السلام النفسي بيخليكي تحسي ان انت راضية، صحيح، مبسوطة بحالك. عندي حلم وعندي عايزة حاجة احققها، بس بسعي مش باني ابص للتاني. صحيح. احساس الحسد لوحده متعب جدا ومرهق لصاحبه جدا. احساس عدم الرضا مجهد جدا. احساس عدم الفرحة بالحاجة اللي في ايدك هي انت تملكها دلوقتي. عايز تحس بقيمة الحاجة اللي في ايدك، دور على الحاجات التانية الاصعب. زي الحكيم الصيني لما جاله مشاكل كتير قوي، قال طيب خلاص كل واحد يحط مشكلته في الإناء ده ولخبطوها، وكل واحد يسحب المشكلة مشكلة مختلفة. فكل واحد بعد ما بص في الورقة قال لا أنا عايز ورقتي. فخلاص هو عارف إن في حاجات تانية أصعب هو مش قادر يتحملها، فكل واحد رضي بحاله. فإحنا نرضى الأول مهما كانت الظروف. كل الناس عندها مشاكل وكل الناس عندها صعاب، بس أنا لازم أشوف الجانب النعمة. استشعار النعمة بيحسسني بالسعادة، استشعار الحاجة جمال الحاجة اللي أنا فيها بيحسسني بالسعادة. احلم بس افرح باللي موجود، صح. اتمنى بس يعني امسك في اللي موجود يثبت فيه عشان ربنا يديمها نعمة. طب وهو لو ما قدرش يخرج من القالب ده، قالب عدم الرضا، يعمل ايه؟ يصاحب الناس المتفائلة. جميل جدا. يعمل يرمي نفسه وسطيهم، يعمل حاجات بيحبها. لو تطور في حاجة بيحبها هيحس بسعادة ولو حتى لحظية أو مؤقتة. لكن السعادة الدائمة لازم الأول هو يرتاح من جوه، يصفي كل الشوائب. في ناس نظرتها على طول متشائمة، هي طبعًا شايفة طبعًا دي هتتكسر كمان شوية، لا دي هتتوسخ كمان شوية، هو شايف كل حاجة متشائمة. دي طلعة من اللاوعي اللي هو رمى فيه كل الرواسب اللي قبل كده. أيوة. فإحساسك من جواك إن أنت فرحان وسعيد وراضي، بتتمنى ونفسك في حاجات جميلة تحصل بعد كده، ولكن الـ هيحصل عندي. أيوة. أمل. أيوة. الأمل بيديني إحساس جميل بالسعادة. بشوف الناس اللي حواليا النعم اللي معاهم. ممكن ناس تقول لك مش قادر ابطل الحسد، انا مش قادر ابص يعني ابطل. ما فيش حد بالشكل ده برضه يا دكتوره، بالشكل اللي هو يبقى هو شايف نفسه انه مش قادر يبطل حسد، او بس هو ممكن يبقى ناقم على عيشته مش راضي. هو في فرق بين، يعني عايز اقول ايه، في فرق بين الطموح ان يعني انت تبقى طموح، وفي فرق بين انك تبقى مش راضي. الشعره دي
تفرقيها ازاي، توصفيها ازاي؟ في كمان يعني استكمالا لكلامك يا مصطفى، مش فكره مش راضي، في ناس بتبقى ناقمه على اللي قدامها، يعني بتبقى ليه عندك وانا ما عنديش، ومش مهم يبقى عندي بالمناسبه، المهم اللي عندك يروح. ما هي دي انا عايزه الناس توصل لمرحله الاول الرضا باسمه ربنا. يعني نقطة مهمة هو رب يعرف ان ربنا بيديله الحاجه المناسبه ليه، ممكن حياته تتغير تماما. احنا يعني شفنا ناس كتير كانت مثلا ما عندهاش فلوس وبقى عندها، ومش شرط، يعني بنبه الناس مش شرط اللي معاه فلوس يكون سعيد ومرتاح، ممكن يكون عنده مصيبه كبيره ومخفيه. صحيح. يعني لازم الناس تفهم، اللي مش قادر يبطل دي يفهم ان في جانب خفي، وبقولها كتير جدا، في جانب خفي انا ما اعرفش عنه حاجه في حياه كل بني ادم. طبعا. يعني شايفه الاستاذ مصطفى وحبيبتي الجميله يعني شكلهم قدامي جميل وسعداء، تعرفيش مشاكلهم انا ايه، ما اعرفش ايه اللي خلف طبعاً. الكواليس طبعاً. هو بيروح في البيت شكله ايه بالزبط. عنده ايه، اهله عاملين ازاي، مامته تعبانه ولا لا، اهله البيت بتاعه شكله ايه، وممكن يكون عنده حاجات هو عايز يبين ان هو شكله مرتب وكويس ومبسوط، لكن الجانب الخفي صحيح في جانب صعب يا جماعه، مش كل الناس بتقدر تصرح. يعني اكم من قصص ناس مقتدره ما شاء الله بيقولوا خدوا كل اللي عندي وادوني صحه، ادوني صحه، ادوني صحه حد من ولادي، رجعوا لي حد من ولادي، حتى ان انا يبقى عندي القدره ان انا يبقى عندي اولاد. في حاجات الفلوس ما تقدرش تشتريها، ما تقدرش تعملها. هل كل حد مقتدر سعيد؟ لا. هل كل حد يعني حاله على قده مش سعيد؟ ابدا برضو، في ناس بسيطه جدا. وفعلا زي ما حضرتك قلت يا دكتور، هو الرضا هو اللي بيدي احساس بالسعاده، مفيش الحته بتاعت الجري دي على كل حاجه، مفيش الحته بتاعت ان انا حاسس ان في حاجات مش قدامي ومش معايا فانا لازم اجيبها دلوقتي، هي حته الرضا. هي تمرين نفسنا صحيح. اننا ارتب حتى الذاكره. احنا عندنا مشكله في السيدات المصريات، تلاقيها لو قعدت لوحدها تفتكر الذكريات المؤلمه في حياتها جايز من يوم ما اتولدت لحد النهارده، وتلاقيها بتعيط لوحدها. طب بتعيطي والله مش في الستات المصريات بس كنت عايزه اعلق في كل جنسيات العالم والله يا طب بتعيطي ليه دلوقتي؟ افتكرت حاجه مثلا من وانا في سته ابتدائي ضايقتني دلوقتي. طب ما نفتكر الذكريات الحلوه، نفتكر الناس الجميله اللي كانت في حياتنا. يعني دايما احط حته امان كده، اما بتضايق او اتخنق افتكر حاجه انا كنت برتاح لما كنت فيها، افتكر ناس كانت لطيفه في حياتي وادتني طاقه وادتني امل وادتني تفاؤل، ابقى ممتن ليهم واشكرهم واطور نفسي واكبر نفسي وادعي لهم بالرحمه، اتمنى ان انا اكون زيهم وامشي على خطاهم. لازم البني ادم في تغيرات دائمه، يعني يعرف ان هو ممكن يكون النهارده ما معهوش السعاده بكره معاه، النهارده ما معهوش الحاجات اللي هو بيتمناها بكره معاه. في حاجات قصيره الامل، يعني مثلا في ناس بتقول السعاده في اني اتجوز اللي بحبها. تعرف منين ان هي ممكن تبقى سبب سعادتك؟ هتجري وراها وفي الاخر ممكن انا عايزه الناس تمرن نفسها على السعاده طويله الامد، ان انا من جوايا اكون راضي باسمتي، حتى لو اتجوزت واحده ممكن اكون ما بحبهاش او ما اعرفهاش قبل كده، وممكن يكون ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ما انا ما اعرفش الخير فين، فممكن ربنا يحط لي خير في حاجه انا ظن انها شر، او ظن ان ربنا خد مني حاجه انا بحبها كان نفسي اخدها وما خدتهاش. طبعا ارضى باللي موجود ياتيك باجمل ما في الموجود. اليقين يا دكتور ونبقى عارفين ان رب الخير لا ياتي الا بالخير، هي يقين انه طول الوقت هيبقى فيه اكيد مواقف، في حاجات ما بنفهمش على فكره الحكمه بتاعتها في وقتها، بنفهمها بعدين، في حاجات ما بنفهمش الحكمه بتاعتها اصلا، بس اكيد خير في كل الاحوال. طب اخيرا يا دكتور، في ناس بتبقى المحيطين بيها للاسف بيبقوا سبب احباط ليها، او عدوا بموقف معين هو اللي حولهم، او بنشوف مثلا لو هنتكلم على علاقه مثلا بين اثنين رجل وامراه، يقولوا مثلا اصل الراجل طفاها او الست طفت الراجل اي مكان، يعني التصرف هنا المفروض يكون ازاي عشان الشخص ده يخرج ان كان مع المحيطين بيه او يعدي موقف معين هو اللي حوله لشخص يعني حزين الى حد ما، او الحاله الثالثه التصرف ازاي؟ مبدئي في الحياه انت اول اولوياتك، يعني انا لازم احط معايير لنفسي انا ببقى سعيده ازاي. انا مختلفه عن حضرتك عن الاستاذ مصطفى، يعني كل واحد فينا بيحس بسعاده في حاجه معينه. افرض ان اللي معايا دايما كئيبني ودايما بيديني طاقه سلبيه ودايما بيقول لي كلام سلبي وبيقول لي حاجات عيوب ممكن ما تكونش فيا وبصدق انها فيا،
طب اخرج من الاطار ده ازاي؟ انا لازم اشوف نفسي عامل ازاي، انا راضي عن نفسي ولا لو مش راضي نقطه من اول السطر، اعيد ترتيب اموري، اعيد ترتيب حياتي، لازم ابقى كويسه ازاي، اعمل ايه عشان اوصل للكمال في عين نفسي. صحيح. عشان اكون راضي عن نفسي، طب لو انا صدقت كلام اللي جنبي ما انا هبقى كده، او هوصل لكده في يوم من الايام، او هدخل في اطار ممكن ما اخرجش منه. فحس بنفسك، حس بقدراتك، حس بامكانياتك، اشتغل على نفسك حتى لو فيك عيوب، كلنا مليانين عيوب. طبعا. لازم اداريها واخلي المميزات اكتر عشان اكون راضي، عشان اوصل مرحله الرضا عن نفسي هكون سعيد بعدها. لازم اوصل. صحيح. انا مين؟ صحيح. ايه الحلو فيا وانا مين؟ طب وبناء عليه، عشان احنا فاضل لنا دقيقه، روشتة للعلاج النفسي لاي شخص يبحث عن السعاده ومش لاقيها، 1 2 3 4. ارضى. ارضى اهم حاجه. الرضا. ارضى، طبطب على نفسك قوي. ممكن يكون الناس اللي حواليك مش عارفين يطبطبوا عليك، طبطب على نفسك، امن لنفسك سعاده، حاجه بتحبها حتى لو فنجان قهوه الصبح لوحدك. امن لنفسك حاجه تستمد منها القوه بالرجوع لربنا، اقرا صفحتين قران زي ما الناس تفضلت وقالت يوم الجمعه. طبعا. يعني نفتح سوره الكهف نقراها تدينا الاسبوع كله نور. نور حياتك بانك حاوط نفسك بربنا سبحانه وتعالى وبملء الفراغ بتاعك وبأصدقاء إيجابيين وبناس إيجابية. أرجوكم بلاش تقعدوا مع ناس السلبية، لأن فعلا بتمتص كل السلبيات وبتتعب أعصابك. صحيح. شكرا يا دكتورة، دكتورة سمر كشك، أخصائية الصحة النفسية والإرشاد الأسري، شكرا جزيلا نورتينا النهاردة في استوديو صباح الخير مصر. الله يعزك، ربنا يخليك. شاهدينا 9 صباحا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع لمية حمدين، تفضلي يا لمية. شكرا لك جمانة. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد تبادل التهنئة بمناسبة مرور 80 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين. وفي ذلك الإطار بحث الرئيسان سبل تعزيز مختلف أطر التعاون بين مصر وروسيا، خاصة من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجارية بينهما، حيث ثمن الرئيسان العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين الدولتين في مختلف المجالات. وشهد الاتصال مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية، حيث أكد الرئيسان أهمية دفع جهود تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتسوية الأزمات القائمة بها على نحو يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها. كما تطرق الاتصال أيضا إلى التشاور حول سبل التغلب على الأزمات العالمية الراهنة، لا سيما في مجال الغذاء، حيث أكد الرئيسان أهمية تعزيز الأمن الغذائي خاصة للدول المتضررة في إفريقيا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الحفاظ على تضحيات الشهداء الذين دفعوا ثمنا كبيرا من أجل أن يتحقق الأمن والاستقرار للدولة. وفي كلمته خلال الاحتفال بيوم الشهيد في الندوة التثقيفية 37 للقوات المسلحة، قال الرئيس السيسي إن الاحتفال يعكس العرفان بحق الشهداء رغم الصعوبات والظروف الصعبة التي مرت بها مصر وتجاوزتها بفضل الله وبفضل تضحيات الشهداء. كما شدد الرئيس السيسي على أن الدولة تمكنت من إنجاز هدف القضاء على الإرهاب في شمال سيناء بنجاح، لافتا إلى أنه عندما تولى المسؤولية كان الهدف هو القضاء على الإرهاب في شمال سيناء مع تحقيق التنمية. وأضاف الرئيس السيسي أنه كانت هناك مساع لتخريب تواجد الدولة في شمال سيناء عام 2011. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن دعم القطاع الصناعي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة الحكومة، وذلك وفق خطة تركز على القطاعات التي تزيد من الصادرات المصرية إلى الخارج. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لاستعراض مقترحات البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، حيث اطلع رئيس الوزراء على أبرز محاور تنفيذ البرنامج، مشيرا إلى أنه يستهدف تحقيق زيادة جوهرية في الصادرات باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وأيضا قاطرة النمو لصناعات وطنية ذات قدرة تنافسية في الأسواق العالمية.
أعيد انتخاب شي جين بينغ رئيسا للصين لولاية ثالثة غير مسبوقة مدتها 5 سنوات، وذلك إثر تصويت النواب بالإجماع لصالح الزعيم البالغ من العمر 69 عاما. وكان شي جين بينغ قد حصل في أكتوبر الماضي على تمديد لمدة 5 سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية، وهما المنصبان الأهمان في سلم السلطة في البلاد. وجاءت نتيجة تصويت النواب بحصول شي جين بينغ على 2952 صوتا مقابل 0 أصوات معارضة وصفر امتناع. التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو في واشنطن، وذلك لتجديد دعم الولايات المتحدة لانضمام فنلندا سريعا إلى حلف شمال الأطلسي. وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض أوليفيا داتلون للصحفيين إن بايدن ونينيستو ناقشا التزامهما المستمر بدعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي. وتقدمت فنلندا إلى جانب السويد بطلب للانضمام إلى حلف الناتو ردا على العمليات العسكرية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من عام. قال رئيس المخابرات العسكرية الليتوانية إليجيوس بولاس فيسيوس إن روسيا لديها ما يكفي من الموارد لمواصلة القتال في أوكرانيا لمدة 2 عامين وبنفس القوة. وأكد رئيس المخابرات العسكرية الليتوانية للصحفيين أن الموارد التي تمتلكها روسيا في الوقت الحالي ستكون كافية لمواصلة عملياتها، مضيفا أن مواصلة روسيا للقتال تعتمد أيضا على الدعم الذي يتلقاه الجيش الروسي من دول أخرى. أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضرورة وجود شراكة وثيقة بين بريطانيا وفرنسا. جاء ذلك في بيان عشية مشاركته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أول قمة فرنسية بريطانية منذ عام 2018. وشدد سوناك في البيان على ضرورة تعزيز تحالف البلدين لكي يكون جاهزين لمواجهة تحديات المستقبل، وذلك في وقت توجد فيه تهديدات جديدة وغير مسبوقة. مشاهدينا، انتهى موجز 9، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. صباح عليكم مرة تانية. كلنا شفنا امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما وجه عدد كبير من الرسائل السياسية خلال الندوة التثقيفية 37 للقوات المسلحة اللي عقدت بمناسبة يوم الشهيد. سيادة الرئيس قال ان مهما كانت الصعوبات اللي بتقابلنا كمصريين، مهما كانت الظروف الصعبة اللي بنواجهها، لكن بفضل الله كل الامور اصبحت الان بتعدي. صحيح مصطفى. كمان قال سيادة الرئيس أنه في ثمن كبير قوي الدفع في مواجهة الإرهاب عشان البلد دي تبقى في أمن وسلام. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن رسائل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بيوم الشهيد. نرحب باللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. صباح الخير على حضرتك يا فندم، منورنا في صباح الخير. أهلا أستاذ جمان، أهلا أستاذ مصطفى، كل سنة حضراتكم طيبين والشعب المصري كله بخير. أهلا وسهلا حضرتك. يعني زي ما تابعنا خلال هذه الندوة التثقيفية في نسختها 37 ويعني تم تسميتها تحت عنوان الثمن. تمام. ثمن كبير قوي الدفع يا فندم. خلال كل النسخ السابقة عندنا أمثلة كتير قوي لشهداء ضحوا بنفسهم، وشفنا أسر الشهداء وشفنا أولادهم. الحقيقة يمكن طبعا اليوم ده مش كافي، كل يوم يستحق أن يكون بمثابة يعني شكر وعرفان لكل شهيد ولكل أسر الشهداء. بس لو احنا بنتكلم دلوقتي، احنا بنتكلم برضو وإحنا الحمد لله وإحنا في أمن وأمان، لازم دايما نفتكر ونرجع كده نشوف كان إيه اللي بيحصل وقتها، وليه كان لازم التمن ده يدفع. تمن مش بسيط، دي أرواح شهداء، أرواح أبطال. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل التقدير والتحية لأرواح الشهداء، لأن هم فعلا لولاهم ما كنا هنا. يعني لن نكون نجري هذا الحوار ولا كنا عايشين في استقرار لولا هذا التمن اللي حضرتك قلت عليه الكبير، اللي هو أرواح وتضحيات أبطال من الشعب المصري في كل فئاته. صحيح. النتيجة
الحمد لله الحاله اللي احنا بنعيشها دلوقتي. فالثمن كان كبير بالفعل، وفي ترجمه حقيقيه وواضحه كانت اثناء استعراض اليوم بالامس. كان في كثير من النماذج التي تدلل على ان كان الثمن غالي. يعني هستشهد بجزء بسيط، هو الطفل بلال. كلنا مشاعرنا كانت يعني جياشه في هذا الموقف، وكنا كلنا متاثرين، وكثير مننا يعني غروقت في عينيه الدموع نتيجه المشهد ده. فقد والده شهيد، وفقد والدته شهيده، وتحتسب شهيده ايضا لانها كانت في بتؤدي مناسك الحج او العمره. فبالتالي عايش مع جدته، يعني انا بكلم هذا اليتيم ماذا اقترفوا من ذنب عشان يحيى هذه الحياه. فتمن الدفع، ما هو ده التمن ده اللي احنا عايشين فيه باستقرار. يعني والده ووالدته ان كانوا عند الرفيق الاعلى وفي جنات الخلد بامر الله، فهو فعلا احنا التمن ده كان كبير بالنسبه له انه عاش حياه غير باقي اقرانه في عمرهم. فده يعني فانا عايز اكد عليه ترجمه لكلمه التمن اللي حضرتك قلتيها، واللي كانت عنوان للندوه التثقيفيه 37. ده جزء مهم جدا. الرسائل المتعدده زي ما حضراتكم تفضلتم وقلتم العديده اللي تفضل بها السيد الرئيس بالامس وطرحها، يعني اقامه المعرض للاسلحه والادوات ليه دلاله ان احنا بالفعل خلاص قضينا. دعوه اهلنا من اهالي الشهداء للتواجد وتشريفنا بحضور هذا المعرض دلالة وتأكيد على أن الأمور مستقرة في مشاهد سبقت هذا المشهد. يعني عندما دفعنا بالمعونات كدولة مصرية إلى سوريا وإلى تركيا، مرت هذه كل هذه العناصر من خلال من العريش يعني في منطقة كانت مثلث مكافحة النشاط، أو المنطقة اللي هي رفح الشيخ زواد العريش، المنطقة دي كانت ملتهبة. فلما يبقى ميناء عالمي ويصدر، ده دلالة على إن في استقرار وأمن. صحيح. أنا بدي بعض المشاهد اللي تؤكد زيارة السيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة من حوالي شهر وشوية للتأكيد على هذا الموضوع، ثم السيد رئيس الوزراء برفقة 7 من الوزراء لهذا الدلالة اللي تشيل المعدات التنموية اللي كان في من خلال السيد الرئيس واحتضانه لأبناء سيناء، وبداية الانطلاق لاستكمال تعمير سيناء والتأكيد على ذلك. ما صرف لهذا على هذا الموضوع حتى الآن قرابة 700 مليار، ده دلالته إيه؟ فكرة حجم العمل التنموي اللي بيتم في سيناء، ما دي ترجمة حقيقية للاستقرار وللمشهد. فدي أول رسالة بتأكد إن احنا قادرين على الإرهاب. هو شكل آخر من مكافحة الإرهاب أيضاً. دي قادرين على الإرهاب، دي رسالة مهمة جداً من الرسائل إن الدولة المصرية نجحت بفضل الله من خلال الاستراتيجية اللي وضعتها في البداية، وعلى المستوى العلمي زي ما سيادتك تفضلت وقلت، على المستوى العلمي استراتيجية مبنية على أسس. هي الجزء الشق الأمني وتعاملنا معاه أمنياً، الشق التنموي تعاملنا معاه تنموي، الشق الفكري وده الجزء المهم جداً لأن الاستراتيجية كانت بثلاث محاور. الشق الفكري وعمل التوعية، ويعني الحمد لله أصبحت هناك مساحة الوعي كتير جداً. يعني بنستضيف أكاديمية نصر العسكرية بعض منها، بعض المؤسسات التوضيحية والتعليمية بتقدم زي الأزهر وزي الأوقاف وزي الكنيسة. انتشرت فكرة نقول إيه العامل الفكري اللي جاي لكي يكون هناك فكرة لاستقطاب عناصر جدد. الدليل على كده النتائج الإرهابية لما يكون 1262 عملية اتعملوا من 2016 حتى 2021، واخر حاجه 22 العمليه اللي تمت في عرض 2 البسيطه، مقارنه بالنزول ان انا انزل من 598 لخمس عمليات او لاثنين عمليه، ده دل على انحصار الارهاب، ودليل واضح وصريح بالارقام على ان هذه العناصر انتهت واندثرت. فكره يعني نقدر نقول كعدد عمليات، كشكل للعمليات، كنوعيه عمليات، كاسلوب تدريب، كمصادر تمويل، كل هذا اتبطر. طب فكرة استقطاب عناصر جديدة، لا، أصبحت العمليات شكلها عبارة عن عبوات مفخخة بدائية الصنع بتلقى في الطرقات فقط لاستهداف المركبات المتحركة، لكن أصبحت العمليات النوعية مندثرة. ده دليل على إيه؟ على إننا قضيت على شقة الإرهاب. صحيح. ودي الرسالة الثانية للسيد الرئيس. الرسالة الثالثة، كل مر سيمر مهما كانت الصعاب، وكانت بوادره ظهرت في 2012. الرسالة الرابعة، رؤيتي كقيادة سياسية ورؤيتي كقوات مسلحة، ووضحها سيادته لما قال سبع سنوات قبل 2009 كانت مرحلة إعداد بنية تحتية عسكرية شديدة جدا من قبل العناصر الإرهابية من سلاح وذخائر وقوة بشرية كبيرة للسيطرة والتحكم، ده بحسب ما ذكره السيد الرئيس. كل هذا الكلام استشراف بقى المستقبل، وإن احنا داخلين على معترك كبير قد يؤدي إلى حالة من الصراع بينه وبين الجانب الآخر في هذا التوقيت. فكرة قرار السيد المشير رحمة الله عليه، مشير طنطاوي، بدفع قوات إلى سيناء،
هذه الفكرة أيضا تؤكد وتدل على أن الدولة المصرية عندها استشراف للمستقبل وعندها رؤية للتعامل مع التهديدات والتحديات. فكرة أن احنا نقول أن الأزمة الاقتصادية دي مش هي المعيار اللي تدل على حجم الإنجاز أو عادة أو دور الدولة، لا، ده لازم نكون عارفين كده كويس. احنا لسنا في منأى عن العالم، العالم كله يعني يتعرض لكثير من الأزمات، ومنهم الأزمة الاقتصادية اللي ناجمة عن العملية الروسية الأوكرانية أو جائحة كورونا اللي سبقتها. إنما إحنا لازلنا معدلات استقرار حقيقية، بمعنى مش قصة ارتفاع أسعار، ده عرض وطلب. يعني عايز إنتاج أزود الإنتاج أخد على هذه الأزمة من جذورها. الفكرة أيضا إن أنا عندي المقاومات دي، عندي المقاومات دي، بتوسع فتوسع، بعمل مشروعات. وأنا بأكد على الجملة اللي بقولها دايما، إذا كان العالم يبحث عن آلية لعلاج الفقر والجوع فإن الدولة المصرية يوميا تفتتح مشروع. يبقى ده دلالة على إيه؟ على إن في استقرار، قوة الدولة المصرية. التنمية بقى، ما الإرهاب عكس التنمية. فلما يكون أنا عندي أعمال تنموية وبدش لمرحلة متقدمة في التعمير داخل كل ربع الدولة والمناطق النائية تحديدا والمناطق المهمشة سابقا، لا أنا بقول ده، كنت في الصعيد امبارح شفت المنيا عاملة إزاي، شفت الإسماعيلية عاملة إزاي، شفت المنصورة عاملة إزاي، شفت وهكذا. ما ده دلالة على إيه؟ وقبلها كنت في سوهاج وفي أحد القرى أم دومة، يعني ده دلالة على إيه؟ يعني في العمق، العمق ده أنا فين؟ قرية يعني أحد مراكز محافظة سوهاج، أحد القرى اللي فيها أحد النجوع اللي داخل هذه القرية وصلت له. ده دلالة على ان انا خلاص ايدي بقت طايله في اطار حياه كريمه، المبادره الرئاسيه الكبيره اللي حققت لهذا الكلام. صحيح. الثمن اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه والرسائل السياسيه اللي كنا بنتكلم عليها، اعتقد ان ابرزها ان احنا كنا كمذيعين اخبار بنقرا ان استشهد تردد مش عارف ايه، جرح مش عارف ايه، في عبوه ناسفه. ما كناش نعرف قصص ولادهم عامله ازاي وزوجاتهم وامهاتهم، ما كناش نعرف الكواليس. لما ده يحصل بحضور السيد رئيس الجمهورية في يوم بتنقله كل وسائل الإعلام المصرية ويتم تسليط الضوء بشكل كبير في احتفالية كبيرة على قصة طفل زي طفل بلال، أو نشوف امبارح مثلا عندنا في صباح الخير يا مصر نجيب شقيقة خالد مغربي دبابة وهي بتتكلم عن هي حلمت أنه هيستشهد وأنه هو جالها في المنام، التفاصيل دي بتعمل إيه فينا بقى كمصريين؟ دي شحنة إيجابية، شحنة إيجابية بتاخدنا من مرحلة، احنا قلنا كل مر سيمر كما قال السيد الرئيس بالأمس، بالفعل بتاخدنا بقى من المنطقة دي لما تعرض بقى لحالات الاكتئاب وحالات الإحباط اللي ممنهجة عليا من خبر عناصر الغزو الفكر والثقافي اللي بتحاول تغير من فكري في إطار معركة الوعي. لا أنا بقول لحضرتك دلوقتي، لا أنا جاهز، أنا لا بقادر بمدي طاقة إيجابية، دفعة إيجابية ادتني عشان أتجاوز هذا الألم، هذا الموضوع. أي فاحص وبنظرة بعيدة جدا اللي المشهد في 28 يناير يقول لا الدولة دي مش قدامها أقل من 100 سنة على ما تتحرك تاني أو تعدي تاني، اللي خلاص مؤسستها كلها اختلفت وفي سقوط شكله في إرادة كده. وفي جيش في عمود، لكن ما نسيوا إن في جيش طبعا وفي شعب ورا الجيش داعم ليه بالزبط. فبالتالي التقت الفئتان. الإرهاب يمكن السيد الرئيس دلل عليها امبارح وأكدها، الإرهاب لن يسقط دولة رجالها على قلب رجل واحد. صحيح. وده اللي كان نتيجة ان احنا كلنا كنا على قلب رجل واحد كدولة مصرية بكل فئاتها وكل طوائفها، ما حدش قدر علينا. والحمد لله المشهد بيدلل ذلك ويؤكد على ذلك. المشهد اهو انا حجم الانجازات اللي تم، يعني لما دولة اقتصاديا متقدمة من دول كبيرة جدا موجودة على الساحة وكلنا نعلمها جيدا، معدل النمو بتاعها بقى بالماينس في ظل جائحة كورونا، وانا معدل النمو بتاعي 3.3 ايجابي، وانا دولة ناشئة واقصى احسن ثاني اقتصاد ناشئ على مستوى العالم. ده ايه ده دليل على ان في مسار اصلاح اقتصادي ناجز اشتغلت فيه. اشتغلت الفلسفه هنا، انا بصيت على الامن القومي، ايه مجالاته؟ مجال اجتماعي، ايوه اشتغل عليه شويه، المبادرات والبرامج الحمائيه وما شابه، ما هو كل البرامج الحمائيه صحه او تعليم او برامج حمائيه مختلفه زي قضاء على العشوائيات او ما شابه، كل هذا الكلام بكل اركانه وكل عناصره، امن غذائي، امن طاقه، امن اعلامي، امن ثقافي، امن وعي بصفه عامه، يعني كل هذه العناصر تندرج تحت بند الاجتماعي. ناتي الى الاقتصادي، مسار اقتصادي اترصد له بمجابهه تحديات وتهديدات داخليه كانت او خارجيه اتعاملنا فيها. النتيجه النهائيه ايه؟ النتيجه النهائيه الحمد لله على الرغم من التخوفات اللي كانت بتطلع، على الرغم من بعض القيود اللي كانت بتفرض، ولكن الحمد لله الدوله المصريه قدرت تعبر كل هذا الكلام وما زالت ماضيه في هذا العبور. طب الجزء الثاني، الجزء السياسي، مكانه مصر وثقلها ووزنها ودورها الاقليمي المحوري اللي العالم كله بينظر اليها،
امبارح بالامس كان في كلام السيد الرئيس مع الرئيس بوتين، وقبلها بيومين كان مع زيلينسكي رئيس، يعني ده دلاله على ايه؟ انا في المشهد العالمي، يعني التحدي الكبير، اكبر دولتين او يعني اكبر صراع بيدور حتى الان اللي هو الروسي الاوكراني، القمتين او رؤساء الدوله يتناول بالحديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. المعنى هنا ايه؟ ما هو المعنى في بطن الشعر، يعني اللي هو وزد وثقل، لو انا مهمش او ماليش قيمه ما كانش حد كلمني ولا تناول معايا بالحديث. صحيح. فبالتالي دي دلالات اهي ومشاهد بتؤكد على ثقلي. دور الدوله المصريه والسيد وزير الخارجيه كان بالامس في احد المؤتمرات في الجامعه العربيه واكد على الدور المصري والقوه، وان مصر تتخذ من القرارات التي تدعم موقفها السياسي فيما يتعلق بكل الازمات والمخاطر المحدقه بينا من كافه الاتجاهات. لا، هنا في رسائل بتؤكد على دور مصر وثقلها في المنطقه، وهي فعلا قلب الخرشوفه زي ما رحمه الله عليه المشير طنطاوي قال، مصر قلب الخرشوفه. فما قدروش يوصلوا للقلب، هم اسقطوا الاوراق اللي حوالين القلب لكن ما قدروش يوصلوا للقلب حتى الان. نيجي للجزء المهم الثاني، الجزء الامني والعسكري. انا عندي قوات لها ترتيب، انا الجيش المصري عندي له ترتيب، له تصنيف، عنده تاهيل، عنده تدريب، عنده تصوير مصادر سلاح، عنده خبرات مكتسبه من معارك سابقه، عنده قدره بتتبارى كافه دول العالم انها تعقد معانا تدريبات مشتركه. ليه؟ لو انا ما عنديش القدره دي وما عنديش الخبره دي وما عنديش الاليه دي وما عنديش الكفاءه دي، طب انا بعثات اللي بتطلع من القوات المسلحه من الضباط بيتفوقوا هتصدر المراكز الاولى في الدول نفسها على الدارسين بتوع الدول نفسهم اللي هم متقدمين فيها، سواء في الولايات المتحده الامريكيه او في روسيا او في بعض الدول المتقدمه عسكريا. ده دلاله على ايه؟ لا، انا عندي البنيه التحتيه الاساسيه من الابناء ومن الاحفاد ومن الشباب ومن ومن الفتيات، كل هذا الكلام اللي هو كيان الشعب المصري، لا انا ناجز فيه ومحقق فيه وعلى المستوى العالمي، بطولات في كل المجالات. ده دلاله على ان العقليه المصريه الحمد لله طالما توفرت لها البيئه ولو بالكاد البسيطه، لا بتغزو وتتفوق. احنا جي. الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى البقعه الوحيده اللي تجلى عليها في الكون كله، فده يكون دي مكتسبات ما لازم نعزز من ان شاء الله امانين. صحيح، خير اجناد الارض. يعني بالظبط الرسول عليه الصلاه والسلام قال خير اجناد الارض، وربنا سبحانه وتعالى تجلى على هذه طول مصر ان شاء الله امنين. الكلام ده مش ببلاش، وبرده لازم ننظر الى جزئيه مهمه جدا، القرار السياسي الحر بتاعي ماله ثمن، عليه ثمن كبير. فبالتالي التحديات بتكثر علينا في هذه الفتره نتيجه قرارك السياسي الحر. انت ما حدش بيملي عليك حاجه، ما حدش يفرض عليك حاجه. انت اللي بتقول رايك وتقول قرارك وبتاخده النابع من مصلحه الشعب المصري، ما حدش يفرض عليك حاجه، ودي ليها دلالات وليها قدره وليها قوه. الكلام ده مش ببلاش يا جماعه، ولازم كلنا نوعاله ونفهمه. لازم التحديات تكسر علينا، احنا الوحيدين اللي معديين، احنا بنخترق، فشيء طبعا لازم يحط لك عراقيل في سكتك متمثله في تحديات ايا كان شكلها، يفتعل ازمات بقى، يفرض بعض الامور. طب ايه اللي يوصل للرسائل دي؟ غزو فكر وثقافه، شائعات ماشي، فتنه ماشي، حروب جيل رابع ماشي. دي نقطه بقى مهمه يا فندم، يعني خلال حديث سياده الرئيس امس ايضا تحدث انه في يمكن بعض الاحداث اللي كانت بتحصل زي ما احنا بنقول عليها خلف الكواليس المصريين ما يعرف لا يعلموا عنها شيء. بالظبط. وان هم لو يعني اتعرض جزء ولو بسيط من هذه الحقائق الناس مش هتستوعبها. لاي مدى هذه الكلمه تحديدا يا فندم تعد بمثابه ضربه للجان الالكترونيه وحرب المعلومات اللي احنا بنتكلم عليها وفكره قلب الحقائق؟ شوف حضرتك، اولا انا كنت شاهد عيان ومجموعه من الاعلاميين، يمكن التلفزيون المصري كان ممثل فيه بعناصر من حضراتكم، وكل القنوات الفضائيه كانت موجوده، وطلعنا جبل الحلال وكنا تفقدنا الاماكن هناك، وكنت موجود معاهم وشفت هذا الكلام رؤيه العين. لما نلاقي يا فندم ميدان تدريب داخل الجبل، لما نلاقي ماكتات واشكال لنقاط الارتكاز الامنيه بتاعه الشرطه والقوات المسلحه داخل الجبل بيتدربوا عليها، الكلام ده كله لازم يتحط في المتحف. ما هو ده شيء كل الكلام ده، لما الاقي بعض الاسلحه والمفرقعات وبعض الادوات وبعض يعني ده كان بيهربوا الحبوب المخدره لهدفين، ما هو اما تشتيت الفكر بتاع الشباب المصري والقضاء على وعيه، ده من جهه، تمويل تجارتهم او لتمويل تجارتهم، يبيعوه ويشتروا سلاح وما شابه، او ينفذوا بقى بعض العمليات الارهابيه. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان لا، في كانت الحرب كان كبيره طبعا، واتضحت الرؤيه بعد 28 يناير 2011 اتضحت جدا بالنسبه للقياده السياسيه المصريه الواعيه من القوات المسلحه اللي قدرت تستوعب الحدث وتعرف المستهدف ايه، وقدرت تحدد تماما حجم التهديد اللي بيقابل الدوله المصريه ايه. عشان كده كان لازم نكون واعيين لهذا الكلام. من 2009 السيد الرئيس قال
استشعرنا الخطر وكان ممكن يؤدي الى حرب بيننا وبين الجانب الاخر لما تكون البنيه التحتيه بتاعتهم مكتظه كده بالمشهد ده، لا ده تنبئ على خطر قادم، فلازم ناخد اجراءات. وفعلا اتخذت الاجراءات اللي كفلت في النهايه بعد اجراءات اعمال التنسيق اللي كفلت في النهايه الحقيقه. فكره العناصر دي واستخدامها للاسلحه والمشاهد اللي روعت لما اكون رؤيه العين انا شفتها ومجموعه من الاعلاميين شافوها ورصدوها وسجلوها بادواتهم في خلال القنوات وعرضت في نفس اليوم موجوده، والتهديد على الهواء كان موجود بالظبط، فكانت المشاهد موجوده. لا انا بتكلم على اللي موجوده في جبل زي سين. صحيح، ده فكره تطهير هذا الجبل العميق حوالي 60 كيلو طول، الكلام ده كان يعني يتطلب قدرات قتاليه غير عاديه، عمليه تنصت، عمليه تتبع، عمليه رصد لهذه العناصر الارهابيه. لا احنا موجودين، احنا سامعين هم بيقولوا ايه، والله احنا سامعين، انا بحلف بالله احنا سمعنا كانوا بيقولوا ايه وعارفين اماكنهم فين وبنرصدهم، بس في بعض الامور في 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 خسه وخسه ودناءه احتماء ويعني ونقول ايه وحمايه ببعض الاطفال ببعض القوى البشريه من الشعب البسيط اللي ملوش ذنب، فبالتالي ما كناش بنتعامل، كنا بنوقف في التعامل. يمكن بعض المشاهد التمثيليه اظهرت هذا الكلام للفن من خلال الفن وخلال برنامج الاختيار والممر او فيلم مسلسل الاختيار والممر، اعتقد ان دول عرضوا وباحترافيه شديده المشاهد كانت ماشيه ازاي وكنا رايحين فين. وبناء عليه عشان يعني نلخص ما تم بالامس، ماذا ارادت القياده السياسيه المصريه ان ترسل برسائل الى الشعب المصري من خلال يوم الشهيد؟ يمكن 1 2 3 4. واحد، ان الدولة المصرية الحمد لله تكاد اوشكت، بل اوشكت ان شاء الله بالقضاء على الارهاب، ودي الرسالة الاولى، وطهرت سيناء من فوق، وسيناء جاهزة للتعمير، وهنستعرض هذا الكلام من خلال الرسالة دي. تمام. الجزء الثاني، ما تبقاش الازمة الاقتصادية البسيطة دي معيار لتقييم الدولة ابدا ولا بحجم الانجازات او تضحاتها. الجزء ده لازم يكون من الوعي بمكان بما يحق لينا سواء في الداخل او في الخارج، نكون عارفين اللي بيحصل لنا ايه، لان انت انك انت تحدد المرض فتستشرف العلاج وتقدر تجري فيه الاجراء اللازم. الجزء الثاني فكره اقامه المعارض واقامه الترسيخ والتاكيد واثبات الحاله على المشاهد دي، ده الذكاء، التاريخ لن ينسى ابطال هؤلاء. فكره الاحتفال في حد ذاته دلاله على نبل ووفاء وسمو وعرفان وامتنان من الدوله ومن القياده السياسيه بابناء وارواح وبالثمن اللي دفع منهم. صحيح. يمكن اسمح لي يا فندم ان انا اضيف نقطه كمان كان اشار اليها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانه بلاش ننساق ورا الكلام، وخلينا نقول يمكن الكلام اللي بيتقال طول الوقت انه لا والاوضاع صعبه جدا واحنا ايه اللي بيحصل عندنا، بلاش ننساق ورا الكلام ده. صحيح، في ازمه اقتصاديه مش مصريه، عالميه، بصوا بنفسكم، ما تاخدوش كلام اي حد ثقه، بصوا على الاخبار اللي بتحصل في العالم كله، شوفوا كل الدول بره عامله ازاي، ايه اللي بيحصل عندهم، وقارنوا انتوا بنفسكم وشوفوا اذا كان ده فعلا حاصل او ازمه عندنا احنا بس ولا ازمه عالميه. على اي حال بشكر حضرتك جزيل الشكر طبعا سياده اللواء عادل العمده المستشار باكاديميه ناصر العسكريه، نورتنا يا فندم، ويعني كل سنه وحضرتك طيب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الكلام، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا مع حضراتكم في صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اجمل بدايه، اجمل حكايه بمشيئه الرحمن. انت اكبر من رمسيس، انت اكبر من نيفرتيتي. اخيرا ابتسم لك الحظ يا ميسي. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. الديربي يبدأ مبكرا. سفينة
رولانيا موكونيا المدير الفني لفريق سان داونز الجنوب افريقي اتكلم عن اخر استعدادات الفريق لمواجهه الاهلي في الجوله الرابعه من دور المجموعات ببطوله دوري ابطال افريقيا، وقال المدرب في المؤتمر الصحفي تقديمي للمباراه: هنواجه الاهلي بنفس العقليه المتمثله في الرغبه في الفوز بالمباراه، ولن يكون الامر سهل لكن عاوزين نفوز. نجحت سلمى أيمن لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديد في التأهل لنهائي كأس العالم للكبار، وجت سلمى في المركز الثاني من التصفية الثانية للدور قبل النهائي برصيد 1064 نقطة، وده بالتساوي مع المتصدرة الإيطالية أليس سوريتو. فاز منتخب مصر لناشئين كرة اليد مواليد 2004 في أول مبارياته الودية أمام سويسرا بنتيجة 23-22 استعداداً لبطولة العالم، وهتتلعب المباراة الودية بكرة في المركز الأولمبي بالمعادي. اتعادل فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي مع أرسنال الإنجليزي إيجابياً بنتيجة 2-2، وده في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح في ذهاب دور 16 من بطولة الدوري الأوروبي. حقق فريق روما الإيطالي فوز مستحق على فريق ريال سوسيداد الإسباني بنتيجة 2-0 خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات دور 16 من مسابقة الدوري الأوروبي يوروبا ليج للموسم الحالي. حقق يوفنتوس الإيطالي فوز صعب على مضيفه فرايبورغ الألماني بهدف وحيد في اللقاء اللي جمعهم امبارح ضمن منافسات ذهاب دور 16 من الدوري الأوروبي، وسجل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا هدف فوز يوفنتوس باللقاء، وده كان في الدقيقة 53 من خلال ضربة رأسية قوية جدا. فاز فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على نظيره ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 4-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، وده كان ضمن منافسات مباريات الدور 16 من الدوري الأوروبي. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع تاني نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع جمانة ومصطفى. شكرك يا رامية، شكرا جزيلا. مشاهدينا دلوقتي هنروح لكفر الشيخ. امبارح شهدت محافظة كفر الشيخ حفل تخرج دفعة جديدة من مشروع ابدأ حلمك، واللي بيعتبر واحد من أهم المشروعات الفنية اللي بتنفذها الهيئة. صحيح، المشروع ده عبارة عن تدريب شباب الموهوبين في المحافظات، اكتشاف الطاقات الفنية والإبداعية في المسرح. في الحقيقة في حراك جميل جدا اللي ياخد باله منه في الحركة المسرحية المصرية. عندنا مسرح المواجهة والتجوال اللي بيجوب المحافظات، عندنا ألوان من المسارح في الهناجر، وده بيخلي في يعني تفاعل مباشر من الجمهور مع خشبة المسرح. خلينا نتعرف على الدفعة الجديدة، على مشروع ابدأ حلمك. المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع معنا على الهاتف مباشرة. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الخير يا استاذ مصطفى، وصباح الخير يا استاذ جمان، وصباح الخير على كل المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. ابدا حلمك، ايه هي المبادره؟ بتعمل ايه؟ بتستهدف مين؟ عايز توصل لايه؟ مبادره ابدا حلمك هي مبادره لتدريب شباب الفنانين على فنون المسرح الشامله في محاوله لاستخراج فنان شامل، يعني مستهدفه قطاع الشباب، القطاع الأكبر في الشعب المصري النهارده اللي هو بيزيد عدده عن يمكن 60% من تعدادنا. احنا معنيين بهذا السن وهذا الجيل، يعني بندربهم على فنون المسرح المختلفة، الموسيقى والدراما والرقص والديكور والتمثيل على مدار 6 شهور، وبعدين بتتخرج كل دفعة. احنا مستمرين في المشروع بقالنا يمكن 5 سنين من وقت اطلاق وزاره الثقافه للمبادره. خرجنا 7 محافظات في المرحله الاولى، كانت بتشمل محافظه اسيوط والشرقيه والفيوم. المرحله الثانيه اللي احنا فيها وشملت محافظات بني سويف وبورسعيد والجيزه، وامبارح كنتم مشرفين لنا كفر الشيخ المحافظه الرابعه في المجموعه في المرحله الثانيه. طيب يا فندم، يعني زي ما حضرتك قلت 5 سنين على او هو عمر هذه المبادره، ثمار هذه المبادره او ثمار ال5 سنين دي ايه يا فندم؟ والله يعني بيبان ثمار ده على الارض، يعني سواء الولاد اللي خدوا خطوه لقدام وبقوا مشاركين مثلا في برنامج كبير زي برنامج الدوم من ولادنا في ابدأ حلمك،
بعضهم خد خطوات على الارض الدراسه العمليه بان هم بقوا بيخشوا معهد فنون مسرحيه او كليه الاداب اقسام المسرح. كمان هم بقوا موجودين في فرقنا في كافه محافظات مصر، يعني بقوا زي وقود جديد كده للفرق الفنيه الممتده بامتداد الخريطه اللي هيئه العامه لاصول الثقافه بتنتج في السنه حوالي 200 عرض كبير غير عروض النوادي بيبقى 300 عرض. عرض تقريبا، يعني بنتكلم في حوالي 500 ل 600 عرض مسرحي بتنتجهم الهيئه العامه لاصول الثقافه. الشباب دول هم وقود هذه العروض. يعني عايز اسالك عن انطباعك الشخصي يا استاذ احمد النهارده لما كان اقتصار المسرح في العواصم الكبيره او في المدن الكبيره، والنهارده بنزل لمحافظات زي كفر الشيخ وزي محافظات الدلتا والصعيد وبكتشف فيها مواهب وبطورها وبصدرها تعمل حاجات تانية، تأثير ده عامل ازاي؟ بكلمك عن مشاهداتك، عن رؤيتك الشخصية، عن رصدك لردود الأفعال زي ما بيقول. يعني هقول لحقيقة والله بشكل شخصي وعلى مستوى شخصي جدا، يعني انا بحكم سني، يعني انا اكبر من الولاد اللي احنا بندربهم بشويه، انا مبسوط جدا، فرحان جدا. اللي بشوفه على الارض مش بيحصل تغيير في الشباب دول نفسهم، التغيير بيحصل للمجتمع بتاعهم كمان، لان كل شاب من دول جاي من بيئه معينه ومن بيت ومن اسره ومن حي. الحقيقي ان التغيير يعني كبير على الارض، اللي انا شايفه تغيير مختلف، انا فرحان بيه. عايز اقول لك انا برجع شباب وانا وسط الشباب دول تاني، اما خدوا الفرصه وانجاز التعبير، يعني انه بيحصل درجه من درجات التمكين للشباب من مؤسساتهم، وان الدوله بترعاهم والدوله شايفه احتياجاتهم وبتحاول توصل لهم كمان. انا شايف انه ده فارق كتير، يمكن ما حصلش في سني انه يحصل الحركه الشديده دي تجاه الشباب زي ما حصل الايام دي في مصر. طيب برضه يا فندم، يمكن اللي بيتفرج علينا دلوقتي ممكن لو حابب انه يعرف معلومات اكتر عن هذه المبادره، هل في شروط معينه اللي عايز يتقدم مثلا او حاسس في نفسه او شايف في نفسه هذه الموهبه، ايه اللي ممكن يعمله؟ يعني هو احنا ما عندناش شروط كتيره، يعني احنا عندنا شرط السن بس، ان احنا بنشتغل مع الشباب من سن 18 سنة لسن 35، ده السن اللي احنا معنيين بيه، يعني ده شرطنا الوحيد. بنعلن عن مشروعنا في كل محافظة، بنستقبل استمارات الشباب، ما بيبقاش عندنا اي هدف غير انه يبقى الشاب او الفتاة عنده الرغبة الحقيقية، واحنا بنختبرهم في كل محافظة وبنختار منهم المجموعة اللي بنشوف انها يعني اكفأ او يمكن انها تشتغل في المجال دوت، وبيتم تدريبهم بقى على فترات التدريب المختلفه. يعني انما ما فيش اي شروط خالص للحكايه اكتر من السن والرغبه والموهبه. صحيح، شكرا لك يا استاذ احمد. المخرج احمد طه، المدير الفني لمشروع ابدا حلمك، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب نروح مع حضراتكم لمبادرة أخرى، وكان في كلام كتير عن مبادرة رواد التحدي. هذه مبادرة هي مبادرة إرشادية توعوية هدفها نشر فكر وثقافة وريادة الأعمال بين الطلاب ذوي الهمم. صحيح، ولما تتكلم عن رواد الأعمال حاجة، ولما تتكلم عن ذوي الهمم وتحط الاتنين في قالب واحد فأنت بيبقى معاك منتج تاني خالص. ليه؟ لأن المبادرة دي بتقدم عدد من الأنشطة والفعاليات للطلاب ذوي الهمم، وبتعمل على تنميتها علشان يبقى عندهم بالفعل مشروعات خاصة بريادة الأعمال. المبادرة دي أطلقها الدكتور ربيع عبد الوهاب معلم اللغة العربية، اللي حصل على جائزة أفضل معلم بالعالم وجائزة محمد بن زايد العام الماضي، وكمان مرشح للجائزة للعام الثاني على التوالي. ومعنا النهاردة على التليفون، بنرحب بحضرتك دكتور ربيع. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك، أهلا بيك، صباح الخير. صباح النور يا فندم. يعني في البداية لو حضرتك تكلمنا عن هذه المبادرة، مبادرة رواد التحدي، وفكرة يمكن التمكين الاقتصادي أو فكرة أنه يكون ذوي الهمم نحن نؤهلهم أن هم ممكن يبدأوا مشروع خاص بيهم. تمام، هي الفكرة جاية أن أنا مشارك في مسابقة محمد بن زايد لأفضل معلم، وفي المرحلة الثانية من ضمن الشروط أن المعلم بيقدم فكرة ريادية بتخدم المجتمع وتكون جديدة في نوعها وتخدم جميع الفئات وتتوافق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. فجاءت طبعا والفكرة والمبادرة مدعمة بالكامل من جائزة محمد بن زايد،
الفكره كلها قائمه ان احنا بنروح للطلاب في المدارس النور للمكفوفين ومدارس الصم وضعف السمع ومدارس التربيه الفكريه، وبنبدا ننشر فكر وثقافه رياده الاعمال. طبعا كتير منهم بيعاني من مشكله البطاله وبيرضى ببعض الاعمال قد تكون غير اللائقه ليهم، رغم ان دي عندهم يعني مجموعه من المهارات والقدرات. صحيح. اللي بتاهلهم فعلا ان هم يكون لهم دور كبير في التنميه الاقتصاديه ودور في العمل والنمو داخل المجتمع. فبدانا فعلا بمجموعه من الخطوات اللي احنا بنتعامل فيها مع الطلاب من خلال نشر الفكره في البدايه. من خلال مجموعه من ورش العمل اللي احنا بنستهدف الطلاب والمعلمين واولياء الامور والمجتمع المحلي. فالمرحله الاولى تكون مرحله التوعيه من خلال برنامج اثرائي تم اعداده مخصوص للطلاب سواء بلغه الاشاره في مدارس الصم او بطريقه برايل او بالطريقه الصوتيه في مدارس المكفوفين وبطريقه تناسب الطلاب في مدارس التربيه الفكريه. فنشر فكره ونشر ثقافه ومحو اميه اقتصاديه ومعرفه دورهم في المجتمع اللي هم المفروض يقوموا بيه. المرحله الثانيه ان احنا بنشتغل على موضوع ناحيه التدريب العملي، نتلقى منهم الافكار اللي ممكن هم ينفذوها في المجتمع، ايه المشاريع المناسبه اللي هم اللي تناسب قدراتهم. يعني احنا اشتغلنا في مدرسه النور على شغل المكرميه وشغل الاكسسوارات وبدانا فعلا وظهر انتاج مبهر للطلاب في مدارس النور وفي مدارس الصم ايضا مجموعه من الانشطه والفعاليات اللي تمت من خلال ان احنا بننفذ في المرحله الثالثه بقى مرحله الحاضنات. بنوفر الخامات المطلوبه للطلاب ومعهم مرشد لرياده الاعمال من داخل المدرسه وبتسوق بعد كده منتجاته. نعم وبتسوق بعد كده هذه المنتجات. عندنا عملنا موقع الكتروني خاص بالمبادره وعليه متجر ليهم بيسوق منتجاتهم من خلالهم هم شخصيا يشعر انه عمل وانه كسب وانه له دور في المجتمع. طبعا النتائج الاوليه احنا فيها في البدايات، لكن النتائج الاوليه مبهره وحماس الطلاب ودافعيتهم للعمل شيء. الكلام جميل، بس الحديث عن رواد الاعمال دايما بياخدنا ناحيه التطبيقات الالكترونيه، الحلول التكنولوجيه، لغات البرمجه، واعتقد ان دي حاجات بيبرع فيها ذوي الهمم وخصوصا المكفوفين لو بيشتغلوا على حاجات برامج صوتيه او وشفنا يعني نماذج كتير من ده. ليه احنا بنراهن على المشروعات الصغيره بس يا فندم؟ ما يبقاش افقنا اوسع وارحب، لان هو ده المستقبل. هي فعلا كده، واحنا عندنا من ضمن الشغل بتاعنا اسمها من رائد الاعمال رائد الاعمال، في منهم نماذج احنا لسه في مرحله البدايه. البدايات دائما بتبدا بما هو متواجد ونطور في المستقبل. يعني احنا داخلين فعلا من ضمن شغلنا احنا في طلاب في مدارس الصم بيتدربوا دلوقتي على تطبيق او منصه بتقوم بالتصميم اسمها منصه كانفا مجانيه وبتتيح لهم الشغل من خلال شغل الفوتوشوب وشغل والتطوير التكنولوجي، شغالين على الموضوع ده. في من ضمن شغلنا المستقبلي ان شاء الله في الجزء التكنولوجي، لكن احنا مرتبطين في الوقت ده بما هو متواجد لضيق الوقت في الشغل في المسابقه، لكن لنا خطط طموحه ان شاء الله في المستقبل. ان شاء الله طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور ربيع عبد الوهاب منسق مبادره رواد التحدي. مشاهدينا هنرجع مره ثانيه لسؤال حلقتنا، سؤال حلقتنا هو احكي لنا عن طقوس مش ممكن تتخلى عنها في يوم الجمعه. هبدا بالاستاذ سعيد الرسام. هو زعلان مننا ان احنا مش بنقول تعليقاته بس معلش اعذرنا. وهو هنقرا التعليق، بيقول انه الطقوس اللي بيعملها يوم الجمعه ان يوم الجمعه بيكون اجازه، بس هو بس انا نقاش ولما بيكون في ضغط في الشغل بنشتغل وبنكسر طقس الاجازه، بس انما يوم الجمعه بيكون في حاجه اساسيه عندنا في البيت، على الغدا بيكون محشي وملوخيه ودي الحاجه اللي احنا مش بنقدر نغيرها. صباح الخير على حضرتك يا استاذ سعيد، ويعني ربنا يديك الصحه طبعا وناكل المحشي بالدجاج مع بعض. منى مجدي بتقول فطار الجمعه يا خرابي، فول سخن، طعميه سخنه، عيش طازه سخن، بيض، جبنه، سلطه، طحينه، صباح الفل، تعالوا كلوا. جوعتينا فعلا. انا جاي. طيب في احمد محمد بيقول صباح الخير والسعاده عليكم، من العادات القديمه في مصر عموما
كانت صلاة الجمعة. لا يعني دي مش أكيد مش قصدك على دي العادات القديمة. الغداء مع العيلة، انتظار مباراة كرة القدم الساعة 3 بعد الظهر، لأن التلفزيون ما كانش فيه إلا الأولى والثانية فقط. آه ده حقيقي. أنا لور، يعني أنا محامي، ده اسم الحساب. صباح الخير، بقرا سورة الكهف، بفطر مع العيلة، بشرب شاي بلبن وده مهم جدا، بخرج خروجة حلوة أو بقعد في البيت، هزار ضحك لعب قضاء احتياجات. شكرا ليك. في وليد جمال الحواشي بيقول صباح الخير من سوهاج. صباح الخير عليكم على كل أهل سوهاج. بروح الشغل وبقرا الفاتحة لأبويا عليه رحمة الله، الله يرحمه وتعيش وتفتكر. توب فان لصفحتنا شريف إبراهيم، يوم الجمعة من أجمل أيام، خير يوم طلعت عليه الشمس. طبعا بنجهز للصلاة، صلاة الجمعة، بنروح نزور المقابر، بعد الصلاة بننتظر الغداء مع العائلة، وحدث عدد كبير جدا من الأحداث. دي كانت بعض مشاركات حضراتكم على سؤال الحلقة، ونتمنى لحضراتكم إن شاء الله نهاية أسبوع كده لطيفة وسعيدة، وتقدروا أن أنتوا تستمتعوا بيها، وتقدروا أن أنتوا كمان بما أن احنا فكرناكم بالطقوس دي تقدروا كمان أن أنتوا تعملوها مع صحبكم وأسركم النهاردة. خلصت حلقتنا النهاردة، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات. إن شاء الله صباح الخير يا مصر، معاكم بكرة نفس الميعاد. نصبح عليكم مرة تانية، صباح الفل عليكم جميعا، وصباح الخير يا مصر. Thank you.